بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الأهلي حدوتة مصرية رائعة، الأهلي تاريخ وبطولات، الأهلي رمز كتب اسمه بحروف من ذهب، الأهلي كيان عظيم. عندما تتحدث عن النادي الأهلي ورموزه يجب أن يصمت الجميع ليستمع وليعرف حجم العطاء والإخلاص والانتماء، فالأهلي هو نادي الوطنية والمبادئ. في حاجات وأماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي. اسأل عن الأهلي وبطولاته هيقول لك وسع للقطر، وكفاية على الأهلي إنه الأهلي نقطة ومن أول السطر. الأهلي كيان ومكان في القلب وعشق عمر، الأهلي في كل زمان نادي الشياطين الحب. من امبارح للنهارده هحكي لحضراتكم قصه، الكثير من هذه القصه هطبقه هنا في مصر، ولكن خليني ابدا مع حضراتكم القصه من بدايتها. من امبارح للنهارده ازمه كبيره جدا 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 حصلت في الوسط الرياضي. فين؟ في فرنسا. طيب القصه بدات ازاي؟ القصه بدات بعدما قام رئيس الاتحاد الفرنسي بشن هجوم على النجم الاسطوري السابق زين الدين زيدان. ايه الهجوم اللي عمله رئيس الاتحاد اللي صورته امام حضراتكم على زين الدين زيدان؟ هو الراجل اتكلم عن احتمالات تولي زيدان تدريب، او عندما سئل عن احتمالات تولي زيدان تدريب منتخب فرنسا خلفا لديدي ديشان، قال في لقاء انه لم يقابل زيدان ولم يفكر في رحيل ديشام، وكمان قال ان زيدان يمكنه فعل ما يريده، ده مش من شأني يعني، ماليش علاقه، يعمل اللي يعمله، يروح يدرب البرازيل، يروح يدرب كذا، يروح يدرب كذا، انا ماليش علاقه. واشار رئيس الاتحاد، اشار لايه؟ اشار انه مش هيرد على اتصالات زيدان التليفونيه بعد كده. دول الثلاث حاجات اللي اتكلم فيهم رئيس الاتحاد الفرنسي عن مين؟ عن الأسطورة زين الدين زيدان. وده قاله امتى؟ بعد ما جدد مع المدير الفني ديدي ديشامب، المدير الفني الجديد او اللي جدد تعاقده مع المنتخب الفرنسي لغايه 2026. فرنسا قامت ما قعدتش. فرنسا دنيا هناك بعد الكلمتين اللي قالهم الراجل رئيس الاتحاد الفرنسي، ازاي تتكلم كده؟ ازاي يتقال هذا الكلام في فرنسا؟ ازاي رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يتكلم بهذا الشكل عن أسطورة من أساطير الكرة الفرنسية؟ من بعد هذه التصريحات حتى اعتذر الرجل. هكمل لحضراتكم، كل الناس في الشارع وكل الجرايد في فرنسا من امبارح للنهارده وكل البرامج التلفزيونيه بتتكلم في شيء واحد، وهو اهانه اسطوره كره القدم الفرنسيه زين الدين زيدان. وعلى الفور بدات رسائل الاعتراض والغضب من الكبار
امبابي امبارح حالة من الاستياء، وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر مثلا، قال ان زيدان هو فرنسا وانت بذلك لا تحترم الاسطورة. امبابي اتحرك واتكلم عشان رفض ان اسطورة كبيرة زي زيدان يتقال له كده ويتهان بالشكل ده. طب ايه اللي حصل فيه كمان؟ الموضوع لسه مخلصش. صحيفة ليكيب الفرنسية وصفت تصريحات لوغري اللي هو المدير او رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بأنها غير مقبولة، وذلك بأحرف كبيرة على صفحتها الرئيسية في عددها الصادر اليوم الاثنين. وأضافت أن رئيس الاتحاد الفرنسي أصبح يمثل قضية خزي في كرة القدم الفرنسية. ده التناول الإعلامي الصحفي، وإزاي كان في تحرك سريع من الإعلام في فرنسا اللي رفض إهانة الرموز، مش فكرة زيدان فقط ولكن فكرة عدم إهانة الرموز. ده كان هيحصل مع أي رمز من رموز كرة القدم في فرنسا أو رموز الرياضة في فرنسا. كمان نجم منتخب فرنسا السابق وأفضل لاعب في أوروبا 2013 فرانك ريبيري كتب ساخرا من رئيس الاتحاد: أنا معجب بك ولكن يجب أن تذهب لرؤية الطبيب فورا. ثم وضع عبارة زيزو والعلم الفرنسي بجانبه ورسم تعبير ايموشن يعني بيعبر عن طلب الصمت، بيقول له اسكت. كمان طلبت، اسمعوا اللي جايه دي، كمان طلبت وزيرة الرياضة في فرنسا، طلبت من رئيس الاتحاد بالاعتذار لزيدان، وقالت افتقاد للاحترام بشكل مخزي، بشكل مخزي وبيسيء لنا جميعا. الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده كله مكتوب ومعروف، الناس العالم كله بيتكلم عن هذا الامر من امبارح للنهارده. وزيرة الرياضة في فرنسا خايفة على سمعة الرياضة في فرنسا، قالت له كده: الكلام اللي انت بتقوله ده يسيء لنا جميعا بحق اسطورة لكرة القدم والرياضة. ازاي اسطورة من اساطير فرنسا يتم اهانتها؟ الراجل قال ايه؟ قال له يا جماعة ما انا مش هرد على تليفونه، خلاص يجوا يسمعوا اللي بيحصل هنا. ماشي، هرجع لكم دلوقتي. طيب ده اللي حصل على المستوى الرياضي في فرنسا. تخيل حضرتك ايه اللي حصل تاني؟ ده الكلام ده من امبارح للنهارده فقط. نادي ريال مدريد اللي كان بيلعب فيه زين الدين زيدان وكان مدير فني ليه واحرز 4 من القابه في دوري ابطال اوروبا بقياده زيدان لاعبا ومدربا، وجه انتقادات للتصريحات للوجري ووصف زيدان، ده نادي ريال مدريد بيوصف زيدان بأنه أحد أبرز الأساطير الرياضية في العالم، وأن هذه التصريحات تظهر عدم احترام لواحد من أكثر الشخصيات التي تحظى بإعجاب جماهير كرة القدم حول العالم، ويجسد قيم الرياضة بعد أن أثبت هذا من خلال مسيرته الاحترافية كلاعب وكمدرب. بعد حالة الغضب اللي حضراتكم شايفينها دي كلها في اتجاه واحد، عدم إهانة رموز أو رمز من رموز الكرة في فرنسا، الراجل عمل إيه في الآخر؟ رئيس الاتحاد طلع واعتذر وقدم اعتذاره عن التصريحات في أقل من 24 ساعة، فأقل من 24 ساعة اللي أدلى بها بشأن زين الدين زيدان. وقال، وطبعا التصريحات اللي قالها دي كانت أثارت جدل كبير جدا حول العالم، وجاء في اعتذاره أنه يود الاعتذار الشخصي عن التصريحات التي لا تعكس بأي حال أفكاره أو تقديره لزين الدين زيدان اللاعب السابق وزيدان المدرب الحالي.
حقيقه انا بسقف للي حصل وكيفيه التناول الاعلامي وكيفيه الضغط على الرجل علشان يطلع في النهايه يعتذر، وبسقف للراجل ان هو ما كبرش وما طلعش على قناه الاتحاد الفرنسي بالليل وقعد يشتم. لا، هو عمل ايه؟ قال يا جماعه انا غلطت، ما كانش ده قصدي. زيدان اسطوره كبيره. ايه رايكم في اللي حصل؟ شايفين رده الفعل كانت في فرنسا ازاي بعد اهانه اسطوره من اساطير كره القدم؟ طيب لو عملنا مقارنه، انا اسف لازم اعمل كده، باللي بيحصل عندنا هنا في الرياضه في مصر على مدار السنتين ثلاثه اللي فاتوا، ومش عايز اتكلم عن كابتن خطيب علشان ما يقولكش انت في قناه الاهلي فبتتكلم عن كابتن خطيب، ولكن اتكلم عن كابتن خطيب باعتباره اسطوره من اساطير كره القدم في مصر وفي افريقيا وفي العالم العربي. اللي امام حضرتك ده دلوقتي ما بتكلمش على محمود كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، انا بتكلم على محمود الخطيب اسطوره كره القدم المصريه، الحاصل على الكره الذهبيه لاحسن لاعب في افريقيا 83، وواحد من افضل اللاعبين اللي انجبتهم مصر وحصل على العديد من البطولات مع منتخب مصر والنادي الاهلي، اللي بيتعرض يوميا. قبل بس ما اقول بيتعرض لايه، ايضا عايز اتكلم عن اسطوره كبيره زي النجم الكبير الكابتن حسن شحاته، اسطوره من اساطير كره القدم المصريه ونادي الزمالك. كابتن حسن شحاته يكفي، مش هتكلم عنه كلاعب لانه كلاعب واحد من الاساطير الكبيره جدا في عالم الرياضه في مصر وفي كره القدم تحديدا وفي نادي الزمالك. أنا هجيب لحضرتك واحد من الأهلي أو أسطورة من الأهلي وأسطورة من الزمالك. يمكن الكابتن خطيب ما يتعرض له ومجلس إدارته خلال الفترة السابقة باعتباره رئيسا للنادي الأهلي. فتخيل حضرتك إن كل اللي بيحصل ده بقالنا قد ايه؟ سنة ونص، سنتين، أكتر شوية، أقل شوية. مش عايز بس أتكلم في هذه الأمور لأنها أمور تزعلني. أنا النهاردة حضراتكم لما بتكلم عن أساطير كرة القدم، كابتن محمود الخطيب، كابتن حسن شحاتة، أهو كابتن حسن شحاتة. هو كابتن حسن شحاتة ده بيلعب في النادي الأهلي؟ لا، او كان بيلعب في النادي الاهلي. بالعكس، كابتن هذا الرجل المحترم اللي عمره ما تلفظ بكلمه على اي حد رياضي في مصر ولا في العالم كله، الرجل المحترم كابتن حسن شحاته بيتعرض برضه لاساءات كبيره جدا وحاجات كبيره جدا جدا. هل تحرك احد خلال الفتره السابقه؟ الحقيقة الموقف اللي حصل في فرنسا وأنا قاعد بأتابع، يعني أنا بتابع من ساعة امبارح الحقيقة ما رئيس الاتحاد الفرنسي عمل كده، وعمال أقول إيه اللي هيحصل؟ هو إيه اللي ممكن يحصل؟ لقيت ردود الأفعال. الراجل طلع اعتذر، قال لهم يا جماعة أنا آسف، مش قصدي والله، هو رجل أسطورة كبير وكل حاجة، تصريحاتي اتفهمت غلط. لكن زي ما حضراتكم شايفين أساطير كبيرة في كرة القدم بيتعرضوا دايما ويوميا لتجاوزات فاقت كل الحدود. وهنا أنا هتكلم عن الكابتن خطيب لأنه تقدم بالعديد من الشكاوى لكل المسؤولين في مصر. هل في حد تحرك؟ هل حصل التفاعل اللي حضراتكم شايفينه على واحد من اساطير كره القدم؟ انا هنا ما بتكلمش اداره ومش لا. هل الصحف والاعلام الرياضي اتكلم؟ حد اعترض؟ حد رفض اللي بيحصل؟ اتجاه اساطير كابتن محمود، كابتن حسن،
اساطير كبيره جدا حضراتكم تسمعوا كل يوم. انا مش عايز اتكلم في هذا الامر. اللي بيحصل بره ان هناك احترام كبير لما فعله زين الدين زيدان في حياته كلاعب وكمدرب لفرنسا ولناديه او للانديه اللي لعب فيها. هنا اتحاد كره لا يتحرك كالعاده، مش ده بس، ده واللي قبله واللي قبله واللي قبله لا يتحرك، واعلام بيسير في اتجاه واحد زي ما حضراتكم شايفين. والنادي الاهلي او الكابتن خطيب، هنا انا اسف مش هقول النادي الاهلي، كابتن خطيب بيعمل ايه؟ بيبعت للمجلس الاعلى للاعلام. احنا دايما من خلال النادي الاهلي بيحصل ايه؟ اي حاجه بتحصل كل السبل القانونيه، بس ما نقدرش نعمل اكتر من كده. هل حضراتكم سمعتوا اي حد تلفظ باي حاجه خلال الفتره اللي فاتت مهما كانت الضغوط ومهما كانت الامور؟ انا بس حبيت ان انا اوري حضراتكم مقارنه سريعه ما بين احد الرموز اللي الراجل طلع قال كلمتين كده بس، يعني ما الراجل ما قالش حاجه، قالك مش هرد عليه في التليفون، يعني مش قال حاجه تانية. يعني حضراتكم عارفين بقى كم الاساءات اللي بتحصل للكابتن حسن والفلان وعلان وترتان وهنا وهنا وهنا، ولا في اي حاجه. يعني مقارنه بتكشف الوجه الحزين او المحزن للرياضه في مصر. احنا عايزين الامور كلها تهدى، وعايزين الامور كلها تمشي في اتجاه واحد، اللي يكسب يكسب واللي يخسر هنقول له هارد لك، ولكن بهذا الشكل وبهذا المنظر اعتقد ان الامور هتبقى مختلفه تماما، وهنفضل كده. محدش هيسمح ان حد يفضل يغلط 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 وانت تسكت. عموما خلينا نروح من رموز الاهلي، نروح لجمهور النادي الاهلي، لانه دايما جمهوره ده حماه وعلى الحلوه والمره معاه. هتاف جماهير الاهلي العظيمه في كل الاوقات والاحيان، الهتاف ده اللي بيعتبر مصدر الطاقه والوقود للاعيبه النادي الاهلي. جماهير الاهلي بدون شك هم الاعظم في مصر والوطن العربي. جماهير لها طابع خاص، بالفعل هي اللاعب رقم واحد. جماهير تحرك الصخر والحجر. انا لو اتمنيت ارجع العب تاني صدقوني هيكون عشان حاجه واحده فقط، بس اكون لاعب ماتش كويس ولا حاجه، عشان لما بلعب وحش الناس اتمنى كل اللي انا عايزه ان انا اسمع صوت الجمهور في وداني وانا بجري على الخط تاني. ده اللي انا نفسي اسمعه. زئير جماهير النادي الاهلي كان دائما شاهد عيان على تواجد الاهلي طوال الوقت على منصات التتويج المحليه والافريقيه. النهارده قررت لجنة المباريات بالنادي الأهلي توفير أتوبيسات مجانية لنقل جماهير النادي الأهلي إلى الإسكندرية لحضور مباراة المصري بملعب برج العرب. الأتوبيسات هتتحرك من أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد بداية من الساعة 10، وهيكون آخر ميعاد للتحرك في تمام الساعة 12 ظهرا. إن شاء الله لازم كل مشجع يكون قبل التحرك يكون معاه حاجتين: بطاقته الشخصية والفان اي دي وتذكرة المباراة. ثلاث حاجات: بطاقته الشخصية، الفان اي دي، تذكرة المباراة. الثلاث حاجات دول معاك، حضرتك هتبقى موجود، هتركب الاتوبيس هيوصلك ويرجعك. كما يحضر اصطحاب اي ادوات تتعارض مع سلامة حضراتكم، سلامة الجمهور والمنشآت، سواء اثناء السفر او خلال المباراة. خدوا بال حضراتكم من الكلام ده ارجوكم. طبعا مجهود اكثر من رائع من لجنة المباريات، وكل المجهود ده الهدف منه فقط هو خدمة جماهير النادي الاهلي اللي بتعشق الكيان بدون مقابل. بالمناسبة تحمل مشقة السفر والتواجد من ملعب لملعب اخر، تحمل اعباء مالية من اجل المؤازرة والدعم. الرهان دائما على حضراتكم هو الرهان الكسبان. ففي النهاية جماهير الأهلي العظيمة، شكرا جزيلا، دمتم نعمة عظيمة في حياتنا. كل واحد فينا لما يجي يتكلم، وسألت أي حد عن أو أي لاعب كرة ولعب تحديدا في النادي الأهلي هيقولك أحلى حاجة في الدنيا لما أسمع صوت الجمهور.
احلى حاجه في كل حاجه في حياه الواحد، احلى حاجه بتسمعها هي صوت الجمهور. صوت الجمهور، ميسي اللي عمره ما كان بيتحرك، شفتوه اتحرك ازاي لما سمع صوت الجمهور في المباريات الاخيره. فصوت جمهور النادي الاهلي هو صوت مختلف. الحقيقه انا بشكر لجنه المباريات انها عملت هذا الامر وفي اسرع وقت. الحقيقه كان هناك مطالبات من العديد من جماهير النادي الاهلي خلال الاسبوع اللي فات بهذا الامر، وبالتالي استجابت لجنه المباريات من المكونه طبعا من قبل مجلس اداره النادي الاهلي، واللي بشكر طبعا مجلس اداره النادي الاهلي على هذا الامر. انا عارف اللي هيحصل بالليل، يقول لك ايه، بصوا احنا بنمشي، هم هيقولوا كده. ولكن الحقيقه يعني لما تيجي تتكلم عن اي حاجه، اي حاجه اتعملت الاول، هنتكلم عن النادي الاهلي. لما تقول مين الاهلي عمل ايه للجمهور، هتعرف ان الاهلي عمل كتير جدا جدا جدا، وده النادي الاهلي ما بيتجباش، ولا لا؟ النادي الاهلي ما بيتكلمش ابدا. النادي الاهلي جمهوره على دماغه من فوق. يعني الجمهور، النادي الاهلي بيحاول ان يساعد الجمهور ان هو يبقى متواجد دائما. بيساعد جمهور النادي الاهلي. انا بس بقول لحضراتكم علشان اللي هيحصل والقصص اللي هتحصل النهارده وبكره ان شاء الله لغايه لما يوم الخميس القادم. عموما دمتم دائما نعمه عظيمه في حياتنا. خلينا نطلع نشوف تقرير عن جمهور النادي الاهلي ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. قبل ما نتكلم عن الفريق واستعداداته لمباراه المصري، هنروح نتكلم عن مونديال الانديه اللي بيشارك فيها النادي الاهلي للمره الثامنه في تاريخ هذه البطوله. هذه البطوله بيشارك فيها الكبار والابطال في كل القارات. ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر استفتاء عن أفضل جناح عربي في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة. تصدر حسين الشحات نجم النادي الأهلي القائمة، وينافس حسين الشحات لاعب النادي الأهلي كلا من سالم الدوسري لاعب فريق الهلال السعودي، والحسوني جناح فريق الوداد البيضاوي المغربي على أفضل جناح عربي في بطولة كأس العالم للأندية. تصدر حسين الشحات استفتاء أفضل جناح أيمن عربي في كأس العالم للأندية بنسبة 57.5% من الأصوات، ومن خلفه سالم الدوسري بنسبة 39.8%، وأخيرا أيمن الحسوني برصيد 2.8%. والحقيقة زي ما حضراتكم شايفين حاجة جميلة جدا جدا، دايما أي حاجة فيها جمهور النادي الاهلي هي اللي بتكسب. زي ما قلت لحضراتكم دائما الرهان على جمهور النادي الاهلي كسبان. خلي بال حضراتكم لسه الاستفتاء مستمر، يعني هذه النسبه 57% احنا عايزينها تعلى ما تقلش ان شاء الله خلال الوقت اللي جاي، تكون او حسين الشحات يفضل متصدر هذا الاستفتاء ويفوز بافضل لاعب. اعتقد الحاجات دي من الناحية النفسية بتساعد اللاعبين على ان هم يرجعوا بسرعة. حسين الحقيقة كمان خلال الفترة الأخيرة ماشي بشكل جيد، الفترة الأخيرة تحديدا حسين الشحات ماشي بشكل جيد. ربنا يكرمهم جميعا كل اللاعبين ويبعد عنهم الإصابات خلال الفترة اللي جاية، لأنها فترة صعبة جدا. 3 مباريات إن شاء الله تبدأ بالمصري، ثم سموحة في كاس مصر في قبل نهائي كاس مصر، ثم الزمالك، ثم البنك الاهلي، ليسافر النادي الاهلي بعدها لكاس العالم للانديه. زي ما حضراتكم شايفين كابتن حسين، كابتن سالم، كابتن ايمن، هذا الثلاثي على تويتر الحقيقه، وما زال الاستفتاء مستمر. هنحاول نجيب لحضراتكم جاهز؟ طيب حلو جدا، خلينا نروح. جبنا لحضراتكم النهارده زوم مع الأسباني ألبرت ريريرا المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي، أوكلاند سيتي نيوزيلندي طبعا، اللي هيكون متواجد في كأس العالم للأندية. خلوني أرحب الأول بألبرت على شاشة قناة النادي الأهلي. وفي البداية بنهنئك على عودة الفريق أو فريق أوكلاند سيتي للمشاركة مرة أخرى في كأس العالم للأندية. شكرا على استضافتي.
نعم، كان أمرا هاما لنعود للمشاركة في المسابقة بعد العديد من المواسم كنا غير موفقين، لم نشارك، لكن وأيضا مرورا بجائحة كورونا، ولكن أنا أود كثيرا المشاركة في كأس العالم، ولذا شكرا على استضافتي لأتحدث عن هذا. طيب، طموحاتك مع الفريق خلال الفترة اللي جاية بعد الفوز بدوري أبطال أوقيانوسيا؟ نعم، طموحنا ليس فقط المشاركة في كأس العالم، ولكن دائما لنظهر للعالم أننا نستطيع أن ننافس، ضد أكبر الفرق في العالم، ولنثبت أننا دائما نطمح ونرنو إلى أكبر الأهداف، ليس فقط لأننا ذاهبون إلى كأس العالم للمشاركة، لكن هذا الأمر مختلف بالنسبة للجمهور النيوزيلندي، ولكن دوما نتطلع للأفضل خلال التاريخ. بكل موضوعية أتحدث عن كأس العالم، أننا دوما نظهر مستوى جيد، ولكن هذه المرة نستطيع أن نثبت لمتابعينا أننا نستطيع أن نصنع إنجازا أكبر. طيب، عايز أسألك برضه أو أبدأ بقى في سؤال لحضرتك عن رأيك في فريق النادي الأهلي المصري ومواجهته المرتقبة مع أوكلاند سيتي في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب. نعم، انظر، نحن نعرف الأهلي جيدا طبعا. الأهلي فريق رائع، نعرف أنه الآن في مقدمة جدول الدوري المصري، يلعب جيدا ويؤدي بشكل جيد، لديه مدير فني جيد مارسيل كولر، ولديه خبرة واسعة في أوروبا، وشاهدنا العديد من المباريات للنادي الأهلي، ولم يتوفر لدينا العديد من المشاركات الدولية، ولكن نستطيع أن نقول أن النادي هو أقوى نادي في أفريقيا، وللمشاركة في أفريقيا ولتنافس وتكون الأفضل في أفريقيا يجب عليك أن تكون جيدا. فالأهلي قد فاز بالعديد من المسابقات الإفريقية، فبالطبع هو النادي الأكبر في أفريقيا، فنحن نعرف أن الأمر سيكون مهمة صعبة بالنسبة لنا، مهمة ضخمة للتعامل معها. فالأهلي لديه لاعبون رائعون، نعرف كيف يلعبون، ونعرف أنهم لديهم الكثير من المميزات، لديهم الحركية اللازمة للعب كرة القدم. ستكون مباراة صعبة، ولكن كما ذكرت، نحن نعرف أن كرة القدم في كرة القدم أي شيء يحدث يمكنه أن يحدث. نعرف أن كثير من الأندية الكبيرة تطمح إلى الأهداف كبيرة، ولكن المباراة ستكون صعبة وستكون 90 دقيقة، نستطيع أن نفعل أي شيء. يجب أن يكون لدينا الطموح الكبير سيثبت ما نستطيع أن نفعله. طيب، هل بدأت بالفعل دراسة النادي الأهلي لأولى المباريات، وكيف ستتغلب كمدرب لأوكلاند سيتي على خبرات لعبة النادي الأهلي اللي شاركوا في آخر نسختين من كأس العالم وحققوا المركز الثالث؟ نعم، لقد بدأنا دراسة المباريات الخاصة بالنادي الأهلي. فالأهلي، أنا أعجبت كثيرا بالكثير من لاعبي الأهلي، لديه الكثير من اللاعبين وليس فقط اللاعبين المحليين، ولديه لاعبين دوليين كبار كبرونو سافيو، أستطيع أن أقول كل اللاعبين رائعين، لديهم خبرة واسعة، خبرة كبيرة في هذا المستوى من اللعب، يؤدون مهمة جيدة، يؤدون بشكل جيد مع المدير الفني، يستطيعون التعامل بالكرة بشكل جيد على مستوى الدفاع، لاعب محمد عبد المنعم، ولكن كما ذكرت كل اللاعبين رائعين. أعتقد أن قلبي دفاع النادي الأهلي مميزين، هم مفاتيح اللعب للنادي الأهلي، وخصوصا اللعب على الأطراف أيضا، علي معلول، محمد هاني، يلعبون بشكل جيد، كل لاعبين النادي الأهلي يلعبون بشكل رائع.
يجب علينا ان نكون مركزين بالشكل الامثل لنؤدي مباراه رائعه امام الاهلي. فنحن الان في قمه مستوانا ولكن الان نحن بين موسمين، فنحن فتره راحه عكس النادي الاهلي يلعبون مباريات هم في خضم المسابقه المحليه في مصر عكس موقف فريق اوكلاند. لذلك الامر سيكون صعبا، يجب ان نكون اذكياء، يجب ان نتعامل بحنكه مع هذه المباراه امام خبرات لاعبي الاهلي. الدوافع التي ستحفز لاعبي اوكلاند سيتي خلال مشاركتهم ان شاء الله في النسخه القادمه لمونديال الانديه. نعم، ما لدينا أكبر عامل لدينا هو الدوافع التي نحظى بها أن نستطيع أن نحفز اللاعبين بها، هي خدمة النادي وأن نكون في أعلى مستوى للتركيز وأن نهدأ. فهذه بطولة كبيرة ونحن نطمح لنمثل بلد فريقنا بالشكل الأمثل في المغرب، نستطيع أن نقوم بمهمة جيدة ونستطيع أن نكرر ما قد قمنا به في المغرب عندما أتينا في المركز الثالث مرة سابقة. فأستطيع أن أضمن لك أننا أستطيع أن نكرر هذا إذا كنا في أعلى مستويات تركيزنا وأدينا بشكل رائع مع التدريب اليومي بالفعل. طيب، استعدادات أوكلاند بقى للمشاركة في كأس العالم للأندية، هل يتم دعم الفريق في بعض المراكز بلاعبين دوليين وذوي خبرة خلال الفترة المقبلة؟ حسنا، فلسفتنا هي أن يكون لدينا لاعبون على المدى البعيد وليس فقط لاعبون نستقدمهم للعب كأس العالم. فالإجابة لا، في الواقع نحن بالفعل لقد وقعنا لاعبين من قبل ولكن ليس لكأس العالم. لا، فالموقف الآن أننا بعد كأس العالم سنبدأ البطولة المحلية ونبدأ بطولة دوري أبطال أوقيانوسيا، فستكون المباريات صعبة، فيجب علينا أن نؤدي كنادي واحد، كوحدة واحدة وفريق واحد، ولكن نوقع مع لاعبين لكأس العالم فقط؟ لا، الأمر ليس كذلك، لقد وقعنا بالفعل مع لاعبين من أشهر ماضية عموما للبطولات القادمة، وكما قلت نحن نوقع مع لاعبين للمدى البعيد وليس فقط لبطولة واحدة. هل تتوقع أن يشهد نهائي النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية فرق أخرى وليس كالعادة يعني مباراة نهائية متكررة بين بطل أوروبا اللي بيمثله في هذه النسخة ريال مدريد وبطل أمريكا اللاتينية فلامينجو البرازيلي؟ انظر، كما قلت من قبل، منافسة مثل هذه المسابقة ستكون مباريات صعبة، كرة القدم أي شيء متاح فيها حاليا. لديك في كرة القدم يجب أن تظهر ما لديك على ملعب المباراة ليس فقط بالأسماء ولكن بالأداء. كل جمهور لديه الفريق المفضل الذي يرشحه، ولكن الأشياء الجديدة تحدث دائما في كرة القدم. الأهلي إذا لم أكن مخطئا قد فاز بالمركز الثالث لثلاث مرات، فهذه مفاجآت تحدث، ربما يحظون بمركز أفضل فيما بعد، لا أحد يعرف. فربما لما لا لنرى كل شيء يحدث في كرة القدم. أنا أتمنى أن نشهد هذا النهائي كفريق مشارك في نهائي كأس العالم. طب رأيك في نظام البطولة الحالي، إعفاء أبطال أوروبا وأمريكا اللاتينية من المشاركة في الأدوار التمهيدية وبدء اللعب في نصف النهائي؟
رأيي هو يجب أن نقارن بين جدول هؤلاء هذه الأندية الأوروبية والأمريكية، أن نقارن بين المنافسات التي يحظون بها. ستجد أننا نعرف دائما أن الفيفا لديه نظام خاص بهم وتنظيم خاص بهم، ولكن ليس لدي أمر خاص أو رأي خاص بهذا الصدد، ولكن إذا نظرت إلى حجم البطولات وحجم المنافسات ستعرف السبب. لديهم بطولات صعبة ولديهم مباريات قوية لا تستطيع أن تقارن بينها وبين باقي البطولات وباقي اللاعبين. فأعتقد أن السر وراء هذا القرار أن الفيفا فعل هذا لنظرا للمقارنة بين حجم البطولات، والكاف عليه أن يحسن من بطولته على سبيل المثال. فأعتقد أن اللاعبين والأندية الأخرى ليست على نفس المستوى من القوة في المنافسة، فبالتالي هذا هو السبب. طيب، هل حضرتك مع قرار الفيفا بتغيير نظام البطولة اللي جاية يعني أو لاحقا، وزيادة عدد الفرق المشاركة في المونديال 32 فريق بداية من نسخة 2025 ولا لا؟ ما أعتقده هو أن بعض المشاهدين والمشجعين لكرة القدم يريدون هذا، وهذا أفضل لهم. فإذا سألت أحد المديرين الفنيين سأقول لك نعم أنا أفضل، ولكن من قارة أوروبا أو من قارة أمريكا الجنوبية لن يكون هذا أمرا مرجحا لهم، الأمر مفضل لباقي القارات. أعتقد أن هذا معناه المزيد من مباريات كرة القدم، وهذا أفضل لنا وليس للجميع. ولكن بالنسبة للمديرين الفنيين ربما بعض الأندية لن يكون هذا محبذا بالنسبة لهم. صحيح. ولكن للأندية الأقل قوة سيكون هذا أفضل لزيادة الخبرات والاحتكاك. فإذا كان هذا أفضل، إذا كان هذا بالنسبة لنا سيكون أفضل بالفعل. فأعتقد أن الأمر سيكون جيدا من الناحية المادية والناحية الرياضية. أعتقد أن هذا جيدا للكثير من القارات. أنا بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا ألبرت رييرا المدير الفني لنادي أوكلاند سيتي، وإن شاء الله نلتقي في المغرب على خير إن شاء الله. ده كان المدير الفني لنادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي. طيب، النهاردة الحقيقة عايزين نتكلم أكتر عن استعدادات فريق كرة القدم للمباراة القادمة أمام النادي المصري. طبعا هذه المباراة في إطار المنافسات الجولة الـ 13 في مسابقة الدوري الممتاز. النهاردة الفريق استأنف تدريباته تحت قيادة السويسري مارسيل كولر والضاوي ومحمد الضاوي وخالد عبد الفتاح، بينتظمان في التدريبات الجماعية النهاردة، وطاهر محمد طاهر أيضا بيشارك في هذه التدريبات، وبرسيتاو أيضا لاعب النادي الأهلي بيشارك في التدريبات الجماعية تدريجيا بداية من اليوم، وذلك في ختام برنامجه التأهيلي، وأيضا بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية. وتاو قام بجلسة تدريبات منفردة في الجيم والتأهيل تحت إشراف كابتن محمود حمدي أخصائي التأهيل بالفريق. وزي ما قلت لحضراتكم مباريات مهمة جدا جدا خلال الفترة القادمة أمام النادي المصري، وإن شاء الله بعدها سموحة، وبعدها إن شاء الله هيكون نادي الزمالك، وبعدها نادي البنك الأهلي، وبعدها إن شاء الله نسافر إلى المغرب لنلعب أولى مباريات كأس العالم للأندية. خلونا نطلع نشوف تقرير عن استعدادات النادي الأهلي
لمباراة المصري. وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد هذا الفاصل هنبتدي بفقرتنا الأولى. النجم الكبير كابتن رمزي صالح هيكون في ضيافة البيت الكبير، ولكن بعد ما نشوف هذا التقرير والفاصل نرجع بقى ونستقبل النجم الكبير كابتن رمزي صالح. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن رمزي صالح. ازيك يا رمزي حبيبي؟ ربنا يخليك. كل الشياكه والجمال ده، ها متعلم منك. ايه الاخبار؟ الشتاء بقى فاهم. ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله، كله كويس. يعني مبسوط ان انا موجود معاك، والواحد بجد لما بيدخل قناه الاهلي بجد يعني بحس انه في بيته يعني. طبعا. اخبارك ايه والدنيا عامله ايه؟ بيستعيد ذكريات حلوه. طبعا كل الذكريات الحلوه دائما بتبقى في النادي الاهلي ومع جمهور النادي الاهلي. بالمناسبه لان احنا الاسبوع ده، مش الاسبوع ده بس، الشهر ده بنتكلم دايما عن جمهور النادي الاهلي ودوره يا رمزي في مسانده ودعم والوقفه جنب لعيبه النادي الاهلي. هل تعرضت لامر حسيت ان الجمهور بالفعل وقف معاك فيه؟ طبعا يعني يمكن كانت سنه 2009 كانت الحرب على غزه. هو في مواقف في الكوره كتير، يعني يمكن اول ماتش العبه مع النادي الاهلي في الدوري كان قدام الاسماعيلي وخسرنا 1-0، بس عملت ماتش حلو في استاد القاهره. أوكي. الماتش اللي اخذنا فيه الدوري بماتش فاصل مع الاسماعيلي لو تذكر في استاد الماكس. اول ماتش كانت بدايتي، اول ماتش العبه اساسي في الدوري مع النادي الاهلي كان ضد الاسماعيلي. فرغم ان احنا خسرنا لكن الجمهور قعد ينده عليا بعد الماتش. الحاجه دي ما تتخيلش اثرت معايا ازاي ورفعت معنوياتي ازاي. ودايما سبحان الله حته تعاطف الجمهور، انت عارف دايما الجمهور المصري بطبيعته يعني كان متعاطف جدا طبعا، اللي هي قضيه الفلسطينيه. فكان بالنسبه لهم وجودي في النادي الاهلي كان ليا معزه خاصه عند جمهور النادي الاهلي، ودي اللي لمستها. وخصوصا كان ايامها كان الشعب يعني كنا اهلنا كنا بنمر فتره صعبه في غزه، كانت الحرب العدوان الغاشم على غزه. نعم. فكان الجمهور دايما بيندع عليا، وما انساش لما كانوا في ماتش الاهلي والزمالك الجمهور كله سواء كان الاهلي او الزمالك يعني القطبين بصراحه وحدوا الهتاف بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، وقعدوا يندهوا عليا. دي حاجه يعني ما انساهاش اثرت فيا كتير. لا جمهور النادي الاهلي له مواقف عظيمه الحقيقه، واخرها الحقيقه مسانده اللاعبين خلال الاسبوع او الفتره اللي فاتت. كان في مباراتين اتعادل فيهم النادي الاهلي، ولكن مسانده الجمهور دائما بتخلي اللعيبه تطلع من جو التعب والاجهاد والاكتئاب الرياضي اللي بيجي لهم من التعادل، لانه دايما انت عارف في النادي الاهلي انت بتلعب على المكسب فقط لا غير، وبالتالي الجمهور لما بيبقى واقف معاك بتحس ان انت فوق الدنيا كلها. اكيد طبعا. بص النادي الاهلي اكتر من اكتر الجماهير يمكن في الملعب عاشق ناديها وبتلف ورا ناديها في كل مكان، بس لازم برضو اللعيبه تكون اذكياء في التعامل مع موضوع اللعيبه مع موضوع الجمهور. يعني بص مهما كان الجمهور ده، لا خلينا نفكر انه اولا احيانا بتلاقي ناس من الجماهير جدا يعني طبقه متوسطه او طبقه حتى بالنسبه لهم كره القدم دي او لما نادي الاهلي بيكسب بتفرحهم وبتخلي يومهم يمشوا حلو. فهم مستنيين الحته دي، فانت بالتالي لازم تكون ذكي، فلازم انت تتعلم زي ما انت بتعرف بتحاول ان انت هم بيدوك الجماهير بتديك شعبيه وبتديك دعم كبير حقيقي. فلازم تتعامل مع حته انه الزعل بتاعهم بطريقه تكون ذكيه. لازم دايما يعني احنا نشوف لما انت بتقدم حتى لما يكون لعيبه اكيد اي واحد مثلا من الجمهور بيتضايق لما ناديه بيعمل ماتش وحش طبعا، او حتى اللعيبه. فلازم يبقى انت كلاعب في النادي الاهلي ما دام لبست تيشيرت النادي الاهلي لازم يبقى عندك خبره في التعامل مع الموضوع ده والتعامل مع الجماهير، لانه دايما جماهير النادي الاهلي ما بترضاش الا بالفوز. فبالتالي لازم يبقى في ذكاء من اللعيبه في التعامل ده، ويكون مقدر زي ما بيحب الجمهور يسنده لازم يكون مقدر لما الجمهور بيزعل منه. الجمهور بيزعل منه عشان بيحبه وعايز منه افضل نتيجه وافضل اداء في الملعب وبيحب النادي. يعني الجمهور هو يعني كنت دايما اقول هذه الكلمه ان الجمهور هو العنصر الوحيد في المنظومه اللي بيطلع من جيبه علشان يروح يتفرج على اللاعبين ويروح يتفرج على ويشجع النادي اللي بيحبه وهكذا. اكيد. بص في لعيبه
اعتزلت كتير من النادي الاهلي صح. ولعبت وعايشه على السنين لعبتها في النادي الاهلي وعايشه لغايه دلوقتي على محبه جمهور النادي الاهلي. حقيقي. فانت لما تكون لعيب لازم يكون عندك ذكاء في الحته دي، لازم تكسب تعاطف الجمهور، حتى لما تكون غلطان تتعامل كويس مع الموضوع ده وتتعامل بذكاء، سواء على السوشيال ميديا، انت عارف دلوقتي صفحات السوشيال ميديا بقت كتير وبقت مؤثره كمان طبعا، واي لاعب اي كلمه بتتكتب عن في لاعب او في حساب لاعب بيبقى مسؤول عنها طبعا، وبتنتشر في مصر كلها. فلازم يبقى في ذكاء في التعامل مع الموضوع ده، ولازم برضو زي ما الجمهور لازم يبقى مقدر حاله الفريق ووضع الفريق، لكن في النهايه الجمهور الجمهور، وجمهور النادي الاهلي دايما بيحب المكسب وما بيرضاش الا بالمكسب. فلازم في ذكاء من اللاعبين في التعامل مع الموضوع ده، وزي ما النادي الاهلي بيديك حاجات كتير وجمهور النادي الاهلي بيديك حاجات، لازم يبقى عندك يعني زي ما بنقول كده، يبقى عندك حته ان انت تتقبل النقد وتتقبل ان الجمهور بيبقى زعلان منك، لانه اول ما بتعمل ماتش كويس بتبتدي ترجع بتصالح ايوه بتصالح الجماهير، ولازم طبعا تعيش لقدام، لان حب الجمهور ده هو اللي بيفضل فلنا في كره القدم، هي حاله في حياتنا او ليها سن معين وهنبطل، هو ده اللي عايشين لغايه دلوقتي. لما الناس بتشوفك ولا بتشوفني في الشارع، هي دي المحبه، دايما لازم تخرج بصوره كويسة طبعا. طيب خلينا بقى نروح للنواحي الفنية، تقييمك بقى للنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، تعادل ثم تعادل ثم عودة مرة أخرى للانتصارات. بس يعني هو طبيعي طبيعي أي فريق بيمر بالمرحلة دي، لكن هنا مشكلة في مصر ومشكلة جمهور النادي الأهلي، أنه دايما بيبقى عايز هو يبقى رقم واحد، وده حقه لأنه النادي الأهلي هو عودنا على كده. صحيح. بغض النظر مين لبس تيشيرت النادي الاهلي او الجيل الموجود او كده، هو دايما النادي الاهلي في المقدمه. زي ما قلت لك النادي الاهلي في فرق شاسع بينه، يعني هو في حته لوحده بصراحه، بغض النظر مع احترام كل الانديه بالارقام، سواء كان على مستوى الاداره او المستوى الفني اللاعبين او المستوى يعني العام او المنتاليتي العام اللي موجود في مصر. لكن دايما يبقى في يعني كل فريق لازم الجمهور يكون عارف انه كل فريق في العالم معرض لكبوات، بس الفكره انه انت تعرف ازاي تفوق من كبوتك بسرعه. شخصيتك صحيح. وشخصيه الفريق هي اللي بتحكم ان هي ترجعك بسرعه بعد الوقعه، واكبر دليل انه الاهلي بعد التعادل رجع كسب بيراميدز ورجع على طول للصداره، ودي حاجه يعني مش غريبه عن النادي الاهلي. ولازم طبعا الجهاز الفني، يعني كولر لسه اول مره يدرب في المنطقه العربيه، راجل عنده خبرات كبيرة وأول مرة يجي مصر، أكيد هيحتاج وقت عشان يبني فريق. صحيح. هيحتاج وقت إنه يقرأ برضو اللعيبة، يقرأ يشوف احتياجات الفريق، فده دور كبير على الجهاز الفني الموجود، وأنا ما يعني شايف إنه النادي الأهلي ماشي في السكة الصح. طيب اعتلاء الدوري والعودة للصدارة شيء طبيعي طبعا للنادي الأهلي، ولكن الحفاظ على هذه الصدارة هو اللي صعب يا رمزي خلال الفترة اللي جاية. طبعا بص، كل لاعب عليه مسؤوليات، الجهاز الفني عليه مسؤوليات، النادي الاهلي يعني هو في الفتره دي لازم يتحول، لانه بص انت عندك مشكله في النادي الاهلي انه كان زمان الحلول الفرديه كتير، دلوقتي ما فيش حلول فرديه موجوده. بمعنى ايه يا كابتن اسلام؟ يعني طبعا كل جيل بيختلف عن جيل، زمان كان مثلا حتى لو الاهلي بتعثر، حتى الجيل العظيم اللي مر على النادي الاهلي احيانا كان بيمر بعثرات، لكن كان بتلقى حلول فرديه في اشخاص معينين هم اللي ممكن يخلصوا لك ويخلصوك من الـ من الـ من الـ من المأزق اللي انت موجود فيه. دلوقتي ما بقاش فيه الكلام ده، دلوقتي قلت يعني زي في العالم بقول كله على في العالم فكرة. كله بس اصبحت التكتيك هو الغالب على اللعب الجماعي والانضباط التكتيكي والكلام ده، فبالتالي انت محتاج دور فني كبير في الموضوع ده، ان انت تعود اللعيبه على طريقه الاداء بتاعتك. مزبوط. بس اعتقد في كمان مهمه كبيره على الجهاز الفني، النادي الاهلي دايما بيعاني من الاصابات، فبالتالي لازم دور كبير على الجهاز الفني انه يحضر اللاعب رقم اثنين. صحيح. الموضوع سواء نفسيا او بدنيا او فنيا، لازم يبقى رقم اثنين البديل بتاعك يكون جاهز. النادي الاهلي بيلعب ماتشات كتير وبيلعب في بطولات كتير وفتح جبهات كتير، فبالتالي بيتعرض لاصابات كتير، فلازم دور الجهاز الفني في الحته دي موجود جدا. وعشان كده بيخلي بالك برضو كولر خلال الفتره الاخيره، يعني لما في المؤتمرات الصحفيه لبعض الصحفيين بيسالوه عن
ان هم ما بيثبتش الفرقه لغايه دلوقتي، قال لهم احنا عندنا ماتشات كتيره جدا بمناسبه يعني ان هو 1 و2 و3، واحنا ال 25 30 لعيب كلهم هيلعبوا الفتره اللي جايه. اكيد ده الكلام اللي انت بتقوله، عشان كده هو بيعمله. طبعا ده مهم جدا، لانه انت دايما، لانه اللاعب رقم واحد ده معرض في اي لحظه انه يتصاب، فلازم البديل يكون على مستوى المسؤوليه ويكون جاهز. اكيد رقم واحد ما بيبقاش زي رقم اثنين، لكن على الاقل يكون قريب منه، وممكن يبقى قريب منه في المستوى ده، هيفيد الفرقه. طيب هل بتشعر ان الاداء بيتطور من مباراه لاخرى؟ اكيد طبعا. بس هو احيانا هي مشكله الاهلي انه ما فيش نسق تصاعدي مره واحده، يعني بتلاقي نسق تصاعدي وبعد كده فيه هبوط وبعد كده بيرجع النسق بتصعد. يعني الماتش ده ماتش بيراميدز عملوه ماتش حلو جماعي، وتوج الماتشات ده باللي هي بالاهداف، فدي حاجه يعني. بص هو في النهايه الاداء، الفايده من الاداء اللي انت بتلعب هو تتويج الاداء ده، ان انت تسجل اهداف. صح، حتى لو تلعب 90 دقيقه ما بتجيبش جوان، لكن في النهايه انت بتكون اديت لكن من غير نتيجه. لكن النتيجه دي كان في مشكله، في شويه عقم تهديفي في نادي الاهلي في الفترات الاخيره، لاحظنا غياب الموضوع ده شويه اثر على الفريق، لكن بمجرد انه برضو الهدافين يرجعوا، ترجع النجاعه قدام المرمى وترجع استغلال الفرص، الفرقه تبقى تتحسن وتظهر بشكل افضل بكتير. طيب ان شاء الله عندنا مباراه مهمه امام المصري يوم الخميس القادم، مباراة صعبة مع فريق صعب، مع فريق بقاله 3 4 ماتشات ورا بعض بيكسب، بقاله معاه مدير فني كابتن حسام حسن، له طابع خاص، كابتن حسام له طابع خاص يعني في كل شيء. طبعا مدرب كبير من الناحية الفنية، ولكن ايضا عنده النيرف والحماس والكلام ده برضه. فهي مباراة يعني صعبة جدا خلال اليوم الخميس القادم، ومن بعدها مباراة سموحة، من بعدها مباراة سموحة في الكاس والزمالك. الفترة دي فترة صعبة طبعا. بس هو طبعا ماتشات الاهلي والمصري طبعا مع وجود الكابتن حسام حسن، انا لعبت معاه بصراحه بيدي باور كتير لفرقته، وعنده حته التشجيع دي موجوده والحماس في الملعب. وهو بصراحه دايما اي فريق بيمسكه الماتشات بتكون ضد النادي الاهلي او بتبقى ليها طابع خاص، اكيد مش ماتش مش سهل على النادي الاهلي. اكيد لازم الجهاز الفني يهيئ اللعيبه بشكل نفسي اولا. لازم الاهلي يلعب كل ماتش بماتش، وما يبصش ان هو دلوقتي متصدر الدوري، يلعب كل مباراه ان هي مباراه كاس، عشان هيرتاح النادي الاهلي النهارده مثلا فرق 5 نقط، لو كسب الموضوع يفرق مع تعثر المنافسين. اكيد لو اتعامل مع المباراه بشكل جدي، هيئ اللاعبين بدنيا نفسيا، سواء اتعامل مع الاصابات بشكل ايجابي، اللعيبه التكتيك الموجود للماتش، طريقه لعب المصري ازاي بيلعبها، اكيد الجهاز الفني عامل الحسابات دي كلها، وان شاء الله النادي الاهلي يقدم مباراه كويسه. اكيد الصداره بتدي فرقه معنويه كتير، معنويا من الناحيه الايجابيه طبعا. على الجانب الاخر هنا لغايه دلوقتي حتى الان صفقتين اتم النادي الاهلي الاتفاق معاهم رسميا، خالد عبد الفتاح باك يمين نادي سموحه اعاره لمده 6 شهور، والضوي كريستو لاعب نادي النجم الساحلي، وهو يعني راس حربه تقول الناحيه الهجوميه، بياخد الناحيه الهجوميه كاملا. شايف الصفقات دي ازاي؟ يعني بص هو اهم من الموضوع انه يكون بطلب من كولر هو المسؤول طبعاً. لازم يبقى في حريه كامله للمدير الفني في الصفقات، لانه في النهايه هو اللي هيتحاسب. صحيح، فدي اهم خطوه من خطوات النجاح، انه المدير الفني انت بتلبي له كل احتياجاتك كمجلس اداره. فبالتالي اكيد هو عنده رؤيه فنيه، اكيد النادي الاهلي محتاج باك رايت يكون اضافه مع محمد هاني، اكيد طبعا نتمنى السلامه لاكرم اكرم وكريم طبعا. فطبعا يعني هي حال الكوره بصراحه الواحد، بص هو ده اللي بيفرق الواحد يعني. اوكي طبعا نتمنى السلامه للجميع طبعا. لكن لما بيكون لاعب كويس وبيتعرض لاصابات من النوع ده اكيد الكل بيحزن عليه طبعًا. لانه اداؤه بيخليك تحزن عليه والتعاطف بيزيد معاه مع الجمهور. اكيد النادي الاهلي دلوقتي محتاج باك رايت مع محمد هاني، وكريستو يا رب يبقى صفقه اضافه للنادي الاهلي. اكيد يعني متابع من فتره، اكيد طبعًا. مش اي حد بيقدر يدخل النادي الاهلي، اكيد بيبقى فيه متابعه من زمان، الناس بيظهر لها ان هو النادي الاهلي تعاقد مع لاعب، بس اللاعب ده اكيد تحت المجهر بقاله فتره ومتشاف بقاله فتره، ويا رب التوفيق ان شاء الله.
طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن اراء جماهير النادي الاهلي عن صفقات النادي الاهلي الجديده ونرجع نكمل. والله طبعا صفقات ناجحه ان شاء الله، وفي مركزين مهمين سواء الباك اللي هو من سموحه خالد، او الشاب الصغير ده اللي جاي من تونس، فحاجات جميله ان شاء الله ربنا يوفقهم ويعني يصلحوا بقى الاماكن الناقصه عندنا. وخالد عبد الفتاح صفقه مهمه جدا، لان بعد اصابه اكرم توفيق وكريم فؤاد الاثنين طبعا وهيغيبوا فتره، طبعا احنا خسرناهم، بس ان شاء الله خالد عبد الفتاح يكون في يعني عوض ويكون ان شاء الله لاعب كويس. الجميل كمان ان هو على سبيل الاعاره. بالنسبه للصفقه اللي هي خريستو بتاع نجم الساحلي، انا شايف ان هي صفقه جيده وكويسه جدا، يعني حسب الكلام اللي بيتقال عنه ان هو مهاجم بيلعب سريع بيلعب برجله الشمال هداف، فان شاء الله دي تكون اضافه للنادي الاهلي قويه، لان الاهلي فعلا يحتاج لهدافين يعرفوا يوصلوا بين الثلاث خشبات، دي المشكله بتاعت الاهلي. هو طبعا اللاعب التونسي كريستو احنا ما شفناهوش لسه، بس طبعا ده شيء محترم يعني، وخالد عبد يعني هم لعيبه طبعا ده من الدوري المصري يعني مميزين يعني، او اللاعب ده كان مميز من الدوري المصري. هو كريستو مهاجم سريع يعني هداف يعني، فعنده التكتيك يعني ان شاء الله يفيد النادي الاهلي ان شاء الله يعني ان شاء الله باذن الله. وخالد ان شاء الله يبقى باك يمين ان شاء الله يبقى حلو ان شاء الله باذن الله يعني. صفقات الاهلي شكلها كلها صفقات هتبقى قويه، بالذات خالد عبد الفتاح طبعا جاي اعاره من سموحه، فاحنا متوقعين ان هو يقدم اداء كويس الفتره اللي جايه. واللاعب بتاع الصفاقسي برده كريستو ده شكله لاعب قوي، فالنجم الساحلي، فاتوقع ان هو برده هيبقى صفقه قويه وهتبقى اضافه قويه للنادي الاهلي، وان شاء الله نقدر ناخد الدوري السنه دي ونأدي اداء كويس في كاس العالم للانديه ان شاء الله. هي اللي سمعناه عن الصفقات لغايه دلوقتي الحقيقه ان هي صفقات كويسه جدا، الكل بيشكر في كريستو وبيقولوا ان هو موهبه كبيره ويعني هيفرق جدا مع النادي، احنا كنا مستنيينه من اول من فتره الانتقالات الاولانيه، ويعني وربنا يسهل ان خالد عبد الفتاح يسند بقى مع محمد هاني لغايه ما المصابين الاثنين يرجعوا ان شاء الله. طبعا صفقات ممتازه ومهمه في الوقت ده، لانك بتلعب بطوله دوري عام وكاس مصر وهنلعب كاس دوري افريقيا ورايحين كاس العالم للانديه، فبالتالي لازم تشوف الويكنسز نقاط الضعف اللي عندك ايه. فطبعا اكتشفنا ان احنا عندنا الباك رايت طبعا محمد هاني ماشي كويس، فمحتاج خالد عبد الفتاح طبعا هيكون بديل ليه، بديل كويس ولاعب كويس مهاراته كويسه، وكمان كريستو محمد داو كريستو ده لعيب كويس قوي ولعيب صغير في السن ومهاراته عاليه جدا، لعيب تالنتد يعني. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. رمزي يعني الفتره اللي فاتت مستوى، ايه رايك في مستوى حراس المرمى بشكل عام في الدوري العام المصري؟ يعني مين اللي لافت نظرك جدا في الدوري العام هذا الموسم؟ لا السنه دي مستوى الحراس عامه كويس والله. والله يعني مش شايف. بص اقول لك على حاجه طبعا. هنا مشكله في مصر انه بيحاسبوا حارس المرمى بالقطع. محمد الشناوي ولا غبار عليه اتعرض لفتره من هجوم طبيعي. طب لا ما هو لسه كنت بتقول اقول لك يعني. اقول لك على حاجه، هو طبيعي ان انت تعمل، بس حته حارس المرمى انا ما بقيش اقيم حارس مرمى من ماتش او ماتشين. لا طبعا دايما تقيم حارس المرمى على 30 40 ماتش ورا بعض، هو عملهم ازاي. فطبيعي ان انت امبارح انت مثلا اي خطا لازم تحمله لحارس المرمى، فبالتالي بيحصل هجوم، بس طبيعي الاخطاء وارده، مفيش جون ما بيغلطش. شفت اليسون مع ليفربول، شفت دخيه مع مانشستر يونايتد، بس ما بيتعرضوش للهجوم اللي بتعرض عليه هنا، سواء مش بس في مصر في الوطن العربي عامه بيبقى فيه هجوم مبالغ فيه، اي جون بيغلط الناس طبعا اكيد المستوى ما نزلش من 3 ايام. فطبيعي الاخطاء وارده في كره القدم، بس احنا على مستوى الدوري المصري عايز اقول لك حقيقه، كان زمان من فتره مصر قعدت فتره عشان تتخلص من عبايه عصام الحضري في منتخب مصر بالتحديد، وقعدنا فترة كتيرة انه مين هيخلف عصام الحضري لانه ساب ارث كبير بصراحة يعني. طبعا. فجي محمد الشناوي وظهر بمستوى، بدأت الناس تثق في محمد الشناوي بشكل كبير. حقيقي. جه برضو ابو جبل قدم ماتشات كويسة جدا، فما بقاش في حتة في حتة حراسة المرمى مشاكل في حراسة مرمى منتخب مصر، وبقى حتة مركز حراسة المرمى منتخب مصر مشكل تقل زي زمان. صحيح. فبالتالي الكبوات اللي بتحصل في الدوري ده طبيعي، ما فيش جول ما بيغلطش في العالم، فطبيعي ان محمد الشناوي يغلط لانه في النهايه بشر،
طبيعي أي جون في العالم يغلط، لكن اللي بيفرق من جون عن جون إنه إزاي يرجع الماتش اللي بعده، وبالتالي رجع قدم ماتشات. يعني مثلا أديك مثال، أحمد الشناوي قدم 10 ماتشات في بيراميدز، هيلين جه ماتش الأهلي قدم مباراة مش وحشة. نعم. وبتحمل. هل نقدر نقول إنه أحمد الشناوي كان وحش؟ هل محمد الشناوي عامل مثلا 20-30 ماتش ورا بعض كويسين، غلط ماتش تقول إنه هو نزل مستوى؟ فطبيعي أنت بتلعب ساعات لعب كتيرة، فبالتالي أنت معرض للخطأ. لكن الفكرة إن أنت تغلط وتاني ماتش تبقى أحسن واحد في الفرقة، هو ده اللي بيفرق من شخصية جون لجون. بس الدوري المصري السنة دي في جون كتير ماشية كويس، في كتير ماشيين كويس. يعني أنا أقول لك على حاجة، برغم الظروف اللي بيعيشها نادي الإسماعيلي مثلا وبيخسر وبيعمل، لكن حارس المرمى بتاع كوكو بيقدم ماتشات كويسة، وكل ماتش بيشيل جوان كتير. في جوان كتيرة بتعمل، في بسام، في المهدي سليمان عامل ماتشات كويسة. لا حقيقة في مستوى الحراس السنة دي في الدوري المصري بدأ يتطور بشكل كبير. طيب هنكمل كلامنا عن الدوري المصري، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم ومع النجم رمزي صالح. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن رمزي، برضو الدوري السنه دي له شكل مختلف، يعني مباريات كثيره حلوه تقعد تتفرج عليها. يعني المحله عامل باستثناء الماتشين ثلاثه الاخرين، المحله عامل ماتشات حلوه، فيوتشر عامل اداء هايل حتى الان، سيراميكا متذبذب، الاتحاد برضو متذبذب، الدوري فيه حاجات حلوه كتير. طبعا هو الدوري المصري عادة يعني كان بصراحة كالمواسم اللي فاتت، الموسم ده واللي قبله واللي قبل آخر ثلاث سنين تقريبا، لما بدأت تطلع الأندية زي فيتشر فبيراميدز أكيد أثرت على مستوى الدوري المصري. أكيد الأندية دي كانت زمان يعني الدوري بشكل كبير كان محسوم، وكانت المنافسة دايما بين الأهلي والزمالك. دلوقتي بقى في ماتشات بتديك أقوى، سواء لما بتلعب بيراميدز، فيتشر، الاتحاد بدأ يرجع، المصري لما يبقى في حالته. ففي أندية فاركو، بس ما اعرفش ظروفهم السنه دي وحشه قوي. هم كسبوا الاتحاد اعتقد، او سموحه، انا سموحة اسف، كسبوا سموحه. اكيد وجت فتره سموحه نفست مشيت كويس، دلوقتي ما عندهم مشاكل. او اكتر حاجه مهمه، اولا الناحيه الماليه للانديه مهمه جدا بتاثر طبعا، ثانيا اللي بيحرك الناحيه الماليه. يعني في فرق لما انت تكون مع فلوس كتيره جدا لكن انت مش عارف تستغل الفلوس دي ازاي. اكيد لو كان المسؤولين عن تجيب اجهزه او ادارات سواء بتشتغل بطريقه علميه بطريقه فنيه، عندها صحيح رؤيه كويسه في اداره الفلوس، هتعمل نادي كويس وهتعمل شكل كويس. ما تنفعش، انا ايه الفايده ان انا دايما لما تيجي تبني فريق، ما ينفعش ان انت تيجي تبني فريق تحط بادجت عشان اول سنه، لا انت دايما لازم تبني فريق تحط بادجت، يعني ايه خطه طويله المدى، خمس سنين انا عايز ابقى موجود فين، وامشي بتدرج في رفع مستوى الفريق، حتى على مستوى ضخ اللعيبه للفريق لازم يبقى عندك خطه طويله. ما ينفعش اجي في سنه اجيب فلان وفلان 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 وعايز ابقى اعمل فرقه. في حاجات كتر الفلوس احيانا بتخرب فرق، وده واقع في الدوري المصري. وحتى كان في مبالغه في اسعار اللاعبين واسعار، ودلوقتي عارف سواء كان اكيد الانديه بتتاثر مع الازمه الماليه العالميه اللي موجوده، صحيح اكيد الكل بيتاثر. فبالتالي بدا دلوقتي في فرق جابت لعيبه بارقام خياليه ودلوقتي مش عارفه تكمل، وده واقع لانه الازمه الماليه دي مأثره على العالم كله. فاكيد انت جزء من العالم هتتاثر طبعا. فبالتالي لازم، يعني هي كلمه، الفكره مش فكره فلوس، الفكره ان انت تحط الفلوس بطريقه مدروسه. ما ينفعش من امتى اول تجيب سنه رمزي وامتى تمشي اسلام، ما ينفعش من اول فلان سنه تبني فرقه تسميها فريق الاحلام. ما كان ريال مدريد عمل في سنه من السنين الكلام ده وخسر كل حاجه، لكن لما حط خطه طويله المدى عرف يعمل ازاي. شوف تجربه نيوكاسل في الدوري الانجليزي، حاطط خطه بعد خمس سنين انه يحصل على الدوري الانجليزي. ذكاء جدا، ما بيجوش ويقدر دلوقتي يجيب لعيبه العالم كله، لكن ده هيأثر بالسلب على الفريق. هو عايش يمشي بالفريق بحته تدريجيه، بحته مدروسه، ناس بتفهم بتخطط صح عشان تعرف توصل للنتائج المطلوبه على مدى طويل مش مدى قصير. طبعا الدوري المصري دلوقتي اختلف نوعا ما، في منافسه، بقينا نشوف فرق كتيره، بقينا نشوف
ماتشات مش محسومه. النهارده اسوان بيقدم اداء راقي هايلين طبعا مع كابتن ايمن طبعا طبعا عامل شغل كويس وهو وقله امكانيات وعمل شغل ليه؟ لانه بس تعال احسبها تجيب جهاز فني محترم حتى لو انت ما عندكش تخطيط لكن في مثلا حد عنده رؤيه كويسه صحيح. باني فريق كويس عامل فريق كويس فبالتالي المنافسه موجوده وفي ماتشات كتير بقت دلوقتي ما تحسمش من قبل الماتش بقى واضح انتوا دلوقتي هي يعني دي ميزه النادي الاهلي اه طبعا كان زمان مثلا الزمالك لعب الداخليه النتيجه محسوم صحيح هيكسب كام دلوقتي بقى في منافسه حتى ما بقاش في فريق صغير وفريق كبير دي ميزه موجوده في الدوري المصري اتمنى انه تستمر على وان شاء الله يتطور الدوري المصري نشوف نتائج افضل ونشوف مستوى اعلى للاعبين لان كل ده بينعكس على صالح الكره المصريه وبالتالي منتخب مصر ان شاء الله يرجع لسابع عهده باذن الله. رمزي مين اللي ممكن السنه دي على في المربع الذهبي يتنافس الاربع فرق اللي تتنافس على المربع الذهبي؟ يعني طبعا الاهلي والزمالك لا خلاف. كالعاده ان شاء الله الاهلي يبقى يستمر في صداره الدوري وانا يعني اللي اعرفه من خلال خبره متابعه الاهلي لما بيبقى في الصداره ما بينزلش في فارق مريح دلوقتي اتمنى اللاعبين يتحملوا المسؤوليه ويلعبوا يديك راحه شويه في الاداء لما انت بتبقى مرتاح ما عليكش ضغط بتادي افضل كل لعيب يادي افضل عليك بدعم طبعا مجلس الاداره وبدعم جمهور النادي الاهلي اللي بيروح ورا فرقته في كل مكان في الزمالك برضو في بيراميدز اعتقد وفي اوتشار والاتحاد لكن مع يعني بص هو دايما الانديه الجماهيريه بيبقى عندها مشكله زي الاتحاد والمصري وكده لكن اتمنى انه العقليه تختلف نوعا ما انه الجمهور ما يبقاش عامل ضغط على اللعيبه بالنسبه للاتحاد والمصري اعتقد المصري في وجود كابتن حسام حسن هيرجع يقرب من قدام يعني مش ما تقدرش تجزم مين ثالث ومين رابع لكن اعتقد هي اقرب لبيراميدز وفيوتشر اقرب. طيب رايك بقى في اداء الفرق الصاعده يعني عندك الاسوان عندك الداخليه عندك حرس الحدود ثلاث فرق والحقيقه في الفتره الاخيره كنا دايما بنقول ان نتائجهم ليست جيده ولكن ادائهم رائع وده بان بقى في الفتره الاخيره نتائج كمان. طبعا بص هو برضو اقول لك على حاجه هو المشكله انه المال احيانا بيتحكم في كل حاجه. نعم الميزانيه اللي موجوده للفرقه دايما في مشكله في الدوري المصري او فرق اول 3 4 ماتشات لما تخسرهم بتفضل موجود تحت ودي مشكله لان انت بتتاثر الضغط عليك بيزيد. اعتقد حرس الحدود بدا يرجع يعني مكسبه النادي الاسماعيلي دفعه معنويه طبعا وده خلي بالك طبعا مفاجاه من العيار الثقيل يعني الواحد زعلان على اللي بيحصل في النادي الاسماعيلي حقيقي. مجلس ادارته بالكامل قدم استقالته النهارده للوزير هو بصراحه وقابلها يعني انا لسه قاري خبر الوزير دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه قابل استقاله الاستاذ يحيى الكومي رئيس مجلس اداره النادي الاسماعيلي. دي اقل حاجه تتعمل لارضاء جمهور الاسماعيلي لانه مش الاسماعيلي حقيقه انه يبقى في الوضع ده خساره على نادي بحجم الاسماعيلي مطلع مواهب كتيره بالشكل اللي موجود في الكره المصريه انه يوصل للحال في الشكل ده. برضو عندك حرس الحدود اتمنى ان هو مش لحاجه هو كل لما الفرق مستواه بيرتفع كل ما بنعود على الكره المصريه صحيح. كل ما الجمهور يستمتع احنا شفنا عايزين نشوف دوري مصري يبقى مصر دايما رائده في كره القدم. اتمنى ان الدوري المصري يعني يرجع مستوى عالي اتمنى برضو عوده الجماهير النهارده بدات الجماهير تعود عدنا اتمنى زياده اعداد الجماهير احنا بنتفرج النهارده على دوريات كتيره الكره العربيه بدات تتطور بالمستوى اللي حصل من السعوديه والمغرب في كاس العالم صحيح اكيد رؤيه العالم كلها انت برضو انتهى كريستيانو رونالدو الدوري السعودي حاجه من الاحلام ما كانش حد يتخيلها ورغم ان الكوره في مصر بس الدوري السعودي رقم واحد عربيا لكن تعالى اي فريق سعودي بيلعب اي فريق مصري ما بيعرفش يكسبه مش بسهوله بيكسبه صح ولا لا لانه مستوى الانديه في مصر عالي جدا بس المستوى التنظيمي العام مش جيد حقيقي للاسف يعني احنا ممكن نعمل دوري في مصر اقوى من الدوري السعودي كمستوى فرق واكبر ده إيه لما يجي مثلا انا اقول لك على مثال في فتره من الفترات كنت بلعب في سموحه جه فريق مثلا ابها السعودي
كان بيلعب في دوري ممتاز كسبناه 4-0 ماتش ودي. الفكره ان الكره المصريه اعلى بكتير حتى على مستوى اللعيبه، لكن هناك عارفين بيعملوا ازاي، في تنظيم حقيقي، في شغل عالي بغض النظر تسويق وتنظيم طبعا طبعا. انت ممكن تعرف تعمل اي حاجه هنا. اكبر دليل، وبص اقول لك على حاجه، مصر دايما معروفه هي رائده في الوطن العربي، هي رقم واحد يعني، مش على مستوى الكوره بس، على مستوى الفن، على مستوى الثقافه، اي حد عايش يشتهر يجي مصر. فما ينفعش يبقى الدوري المصري بالشكل ده بصراحه. اتمنى انه يكون التنظيم افضل، اللي هي فكره ربابه الانديه اكيد بيحاولوا يعملوا افضل حاجه، لكن اتمنى انه من هنا لسنتين ثلاثه يبقى في خطه لتطوير الشكل العام في الدوري المصري، تنظيم الدوري المصري، تنظيم. طيب من وجهه نظرك المدرب الافضل او اثنين مدربين الافضل حتى الان في الدوري مين؟ يعني شوف، لو اتكلمنا على الامكانيات اللي موجوده في اسوان، ايمن الرمادي بصراحه كابتن محترم، راجل انا قريت عنه يعني ان هو شغال مصعد 7 فرق في الدوري الاماراتي. في الدوري الاماراتي من الاسماء الكبيره في الدوري الاماراتي اللي بتصعد دايما الفرق. بالمنظور بالرؤيه العامه هو عامل شغل. اوكي. لانه الفرقه دي قبل ايمن الرمادي ما كانتش بتحقق حاجه، او خسرت اول 3 ماتشات تقريبا في الدوري المصري. رجع ايمن الرمادي عمل طفره. هو ده بقى اللي بان. انت لما تيجي مثلا مع فريق كبير، ما هو اوريدي الفريق ده كبير. حقيقي. اوكي، فانت معاك لعيبه كبيره، فبالتالي لكن انت بتصنع من لا شيء شيء، مع احترامي لنادي اسوان اكيد ما عندهمش، او ربنا يكون في عونهم يعني، اكيد طبعا طبعا رئيس النادي الشافعي سعد دايما يطلع يقول ان هو عنده ازمه ماليه طبعا. لكن انت في ظل ازمه ماليه تكسب الزمالك وتعمل ماتشات هايله بالشكل ده، اكيد ايمن رمادي عامل شغل عالي. واعتقد يعني ممكن نتكلم يعني مثلا في عندنا مدربين كتير، كان مدرب المحله عامل شغل كويس قبل ما يمشي. طبعا، وهو ده الحاجه اللي تزعلك، ما اعرفش ليه دايما لما فرقه بتبقى ماشيه كويس تحس الناس اللي جواها او هم اللي بيهدوها. مش عارف ليه يعني، الواحد بيبقى مبسوط لما فريق زي غزل المحله يطلع ويعمل اداء كويس ونتيجه كويسه، تحس انه في ناس بتخرب مش عايزه كده. هو ده للاسف ده موجود في الكره المصريه، عارف. واقول لك على حاجه، اتفضل. يمكن دايما اللي بدا يخرب الكره المصريه في ناس كتير من تحت الترابيزه زي ما بتتحكم في الكره المصريه، بقت المصالح هي اللي غالبه على الموضوع ده. فده بياثر على السلب الكره المصريه. وقلت لك يا رب يعني اتمنى الكره المصريه تبقى يعني تعلى اكتر من كده، ويبقى زي ما بيقولوا الراجل المناسب في المكان المناسب. يا رب ان شاء الله. رمزي شرفت ونورت، ودايما بنبقى سعداء بوجودك معانا. انا بشكرك جدا على تواجدك معانا، ودايما بنتشرف بوجودك معانا حبيبي. لا ليا الشرف والله، وببقى مبسوط طبعا بكون معاك، ويا رب دايما التوفيق ليك ولقناة النادي الاهلي والنادي الاهلي، ويعني تحياتي لجماهير النادي الاهلي. سعداء جدا بوجودك يا كابتن رمزي، انا بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معانا. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الاستاذ محمد القوصي والاستاذ عصام شلتوت في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، اساتذتنا في النقد الرياضي الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. استاذ محمد القوصي، ازيك يا استاذ محمد؟ مشرف ومنور. ازيك يا كابتن؟ اهلا وسهلا. استاذ عصام، استاذ محمد، خلال هذه الفتره احداث يعني احنا بنتقبل كل اسبوع مره، من الاسبوع اللي فات للاسبوع ده احداث رياضيه كثيره وغير رياضيه ايضا كثيره حصلت خلال هذا الاسبوع. صحيح. يعني خلينا ناخد الناحيه الايجابيه في الامر. رأيكم في اللي بيحصل في الوسط الرياضي خلال الفترة الأخيرة إيه؟ الإيجابي يعني على ندرته دور ما أنا بقول لك. لا أنا بص في نقطة عمال يبص يمين. طب أنا على ندرته قلت الأوس يمكن يقول لي أنا هقول لك حاجة. في نقطة قبل ما أخش في الإيجابي والسلبي، قضية شغلت العالم كله وقضية مهمة جدا. قضية احترام وتقدير الأساطير، ما حدث من رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تجاه النجم الأسطوري زين الدين زيدان. القضية اللي لازم نقف عندها وما نعداش كده يا كابتن. وحضرتك ما سمعتش الانترو؟
ما انا سمعت بس يعني مش الجزء كله لا يعني ده الكلام يعني احنا بقى كصحفيين عايزين نتكلم في الموضوع ده الحقيقه نستاذنك يعني لا اتفضل يعني كيف نحترم الاساطير ما هي قيمه الاسطوره صحيح لما يطلع رئيس الاتحاد ويتكلم شوف الدنيا اتقلبت ازاي اتكلمنا 24 ساعه ما بقول لك ويطالب الدنيا اتقلبت في فرنسا ازاي والوزيره الرياضه في فرنسا تدخلت ونجوم فرنسا بيتدخلوا ويكتبوا صحيح تقديرا لهذا النجم، هذا النجم لا يمثل زين زيدان ولا يمثل ريال مدريد ولا يمثل نادي، بيمثل فرنسا كلها. ومبابي يؤكد ان زيزو هو فرنسا. ايه الجمال ده؟ عايز اطلع من ده يعني اين احترام الاساطير؟ اين احترام الرموز؟ يعني اي مكان لا يحترم رموزه ولا يحترم اساطيره اعتقد ده بيبقى هدم لحاجات كثيره جدا، هدم القيم وهدم المبادئ وهدم التقاليد. شوف الراجل طلع وهدم المستقبل. بالظبط. يعني شوف مبابي بالنسبه لزين زيدان يعتبر عيل صغير طبعا فيطلع يقول لك ده الاسطوره بتاعتنا ده القدوه بتاعتنا زي انتم بتهدموا القدوه قدام والقدوه لم تهدم مثلا يعني ما حدش تجاوز في حقه ولا قال له خالتك ولا بنت عمتك ولا حد اتكلم في حاجه زي كده ولا حد تجاوز في اعراضه ولا ساب لا لا, لا 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 خالص هم ثلاث حاجات ثلاث كلمات خاصه ان هو مش هيدرب ويروح يدرب البرازيل ويدرب مش هرد عليه في التليفون اعتبرها انها بموجب اختصاصاته يعني او يقصد ده يعني والراجل جاله حقه لغايه هناك فمتى يا استاذ عصام نحترم الاساطير بتاعتنا الرئيس الفرنسي يغادر مقصوره الشرف الى حيث نجوم فريقه ويطلب منهم انهم يقوموا من الارض في النهائي ويقعد بعد خسارتهم للنهائي امام الارجنتين طبعا نفس الاستكمال اللي بيقوله محمد القوص هكذا هي العلامات المضيئه صحيح ده اللي لازم للاسف ازاي انا مش قادر اقولها نعمل ده او نبني عليه كنا وان شاء الله نفضل كده بنحافظ على الاهلي سيظل بهذه القيمه وبهذه يعني برضه من الحاجات الايجابيه يا استاذ عصام انا اسف بما انكم بتتكلموا في هذا الاطار من الحاجات الايجابيه لما قعدت ادور لقيت انه ما حدث من تنازل النادي الاهلي عن حقه في بطوله كاس السوبر لنادي الاتحاد السكندري بسبب ما حدث من او ما حدث للمشجعين النادي السكندري في صاله الدكتور حسن مصطفى اعتقد ده برضو حاجه من الحاجات الايجابيه جدا اللي بتخلينا قد ايه الاحترام ما بين الانديه الكبيره مهم جدا قد ايه ان تعليم الاجيال ان البطولات او ان الاخلاق اهم من البطولات والبطولات تذهب وتجي يا كابتن بالظبط وبعد كده هناك شراكات بين الانديه لان الحكايه منافسه مش خصومه صحيح والاهم من كل ده انه يفكر الرجلان محمد مصلحي ومحمود الخطيب ازاي يبقى حتى الكأس في هذا الموسم تسمى كأس اسلام ربنا يا رب يتم شفاه على خير يعني الحاجات دي صناعه مصريه والله صحيح صناعه مصريه محدش بيعمل كده كتير يعني ازاي احنا نقلبها الحمد لله فعلا زي ما الجمهور العظيم جمهور النادي الاهلي دايما يقولها الحمد لله على نعمه الاهلي كفريق كنادي يعني يحبه او مؤسسه يعني هو عاشق لها كاب صالح سليم رحمه الله انا بعتبر ده الاهلي المعاصر من كاب صالح وانت جاي قال ان هذا هو الملك الحقيقي للنادي فشويه الضوابط على شويه يعني المبادئ التي احيانا يعني اللي مش عايزها يقوم يقول لك عدس ليه؟ لانه يقول لك يا عم هو الاهلي كان هيكسب يا عم الموضوع مش كده مش الاهلي كان هيكسب الله بقى يا عالم اولا الرياضه فيها كل حاجه بنسبه 80-90% الاتحاد كان الاقرب ولكن كان في لسه 10% الا حد عالم عارف ايه اللي كان هيحصل يا كابتن هو الموضوع مش كده اذا هي الحكايه كلها ان تكون حاضر في الميعاد لاداء واجب زي ما حضرتك قلت صحيح. المنافسات صحيح. تذهب وتجيء لكن ده واجب اوله انساني واخره ان الرياضه هي دي الرياضه هي ان تقدم منتج فيه طموح للشباب حتى غير اللي يعني اللي بيلعبوا رياضه هو ده تمام يا استاذ سليم انا كنت اندرج تحت مبدأ ان تكسب نفسك وقيمك واخلاقاتك خير من ان تفوز ببطوله هايل انك انت تحافظ على قيمه زي كده وترسخها لدى الناس ده اهم صحيح. من اي حاجه صحيح. انا النادي الاهلي زي ما قلت حضرتك حتى بغض النظر عن البطوله اللي جايه ولا رايحه مش دي القضيه الفكره في اللقطه اللي اتعملت المشهد اللي عمل الرقي اللي حصل ده تقديرا للناس دي واحتراما للناس دي انا البطوله دي خلاص دي بعتبرها هديه للناس دي كلها ما فيش اي مشكله بالنسبه لي عارف يا استاذ محمد انا خدتها من ناحيه اخرى برضو ايجابيه خلي بالك من ناحيه ان هناك بعض الاجيال وانا بتناقش مع اصحابي اللي هم ولادي واصحاب اولادي صحيح ما بنتناقش معاهم بيحبوا الاهلي جدا لكن مش عارفين يعني ايه روح الفانيلا الحمراء مش عارفين يعني ايه
خلي بالك ما شافوش مواقف. فمثل هذه المواقف بتعلمهم يعني ايه هذا النادي هو نادي المبادئ والاخلاق. فانا لما اجي اقول كده بتقعد تشرح حاجات قديمه فيقول لك ماشي هبقى اخش ابص اشوف الحاجات دي موجوده فين. عشان النموذج. لكن النموذج الحاضر والحالي مشهد. المشهد محصور في النادي الاهلي. لو نعم. انه بقى اتفرق كتير طبعا زي ما بنثني دلوقتي على الاتحاد طبعاً. وعلى محمد مصلحي وانتشرت الحكايه تخيل هتلاقيها سهله على اولادنا. ما هو ده اللي انا عايز اوصله انه النادي الاهلي اعطى درسا للجيل الصغير للاجيال الصغيره اللي بتشجع النادي الاهلي اتعلموا يعني ايه النادي الاهلي هو نادي المبادئ. وبالمناسبه فجر نفس اليوم حضرتك اكيد فاكر لما كان الكابتن ودكتور محمد شوقي ومع الوزير والسيد محمد مصلحي والذين معه من المجلس في المستشفى الكابتن قال لابد ان اجلس مع مجلسي ونبحث كيفيه اهداء هذه البطوله لمشجعي الاتحاد المصابين. يعني مش فجاه كده راح مقرر وقال ما فيهاش امل. تخيل يا استاذ عصام من فجر الاصابه. واقول لحضرتك حاجه يعني نقولها لجمهور حضرتك وجمهور البيت الكبير. الاهلي لم يعلن اتحاد السله الذي اعلن ان الاهلي ارسل في طلب هذه يعني الهديه يعني. لانه كان في الوقت ده لانه مش بيبقشش على حد من 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 وقت ما اعلن الاتحاد السله هذا الامر وهناك بعض من لا يشجع النادي الاهلي انا بقولها دايما كده بياخد الموضوع الاتجاه انه ايه ان الموضوع ده بيخلص عشان او النادي الاهلي عمل كده عشان يخلص صفقه معينه او حاجه معينه بتخلص في وخدوها في اتجاه مزايدات هتلاقي مزايدات غير انسانيه وغير يعني لا يمكن ان نفكر فيها بهذا الشكل. العلاقه ما بين الجمهورين النادي الاهلي ونادي الاتحاد علاقه على مدار من اول نشاه النادي الاهلي ونشاه نادي الاتحاد. افتتاح الموسم يا كابتن كان الاتحاد سكندري والاهلي افتتاح الموسم الكروي في الدوره الصيفيه كان ايوه كان الاهلي والاتحاد السكندري طبعا وهناك الكبار الاخرين طبعاً. لكن انا بكلم حضرتك على تاريخ يعني يمشي الهوايده جنبا لا جنب. هي الرياضه بتعلمنا كده يا استاذ عصام يا استاذ محمد طبعا الرياضه بتعلمنا ايه يعني انا بحط عنوان للحدث ده انه لو تفتكروا حضراتكم الاهلي بمن حضر الاهلي بمن حضر بتيجي في دماغكم ايه ماتش التلامذة وان الشباب اللي طبعا لما ناس وقفت على فكرة لا لا ولسه ليها جيل تاني برضه السايس وريعه في أيوة. في كل جيل كان هناك الاهلي بمن حضر الله ينور عليك هنا حمدي كروان طلعوهم التشكيل ولعب حد ناشئ برضه صحيح. لا ده انت والله سبحان الله في كل جيل تؤكد مبادئ النادي الاهلي حقيقي. فعشان كده انا بقول لك انا لما تيجي دلوقتي نقول انا عشان كده كل يوم بقالي يومين ثلاثه بتكلم في هذا الامر او منذ الاعلان عن ان النادي الاهلي انا عارف طبعا الموضوع بقالي اسبوع او 10 ايام ولكن منذ ان اعلن اتحاد كره السله عن هذا الامر وانا باخد الموضوع ده كل يوم اقعد اتكلم فيه واحكي فيه لانه لازم نحط فيه انه الاخلاق اهم من البطولات عايز تخليه ضمن الثوابت الله ينور عليك للشباب اللي بيتعلم اللي بي ومجلس ادارته بيعملوا ايه علشان يعلم الشباب في ولاد عندهم 10 سنين مش هنقول 8 ولا 7 لا زالوا بالنسبه لهم محمود الخطيب محبوب الخطيب ليه؟ لانه كابر عن كابر بيحكي لهم دايما يا اوسي عن قصه هذا النجم الخلوق فنا صحيح. وامتاعا ومحافظه على الشخصيه المتحضره الانسانيه التي تعي تماما المنافسه. ده اللي حصل مع الملك المتوج بيليه كم خرجت اجيال اخرى في المواهب والله اوعى لكن هو الملك عاش صحيح. حياته قديس عاش حياته على اللعب النظيف قبل ان يدركه احد نفس الخامه اللي بيتقال عليه الاسطوره محمود الخطيب واللي معرفش هي مزعجه للناس ليه الاساطير ممكن تبقى اساطير هي بتتجمع عادي جدا يا جماعه بتتجمع يعني يعني عادي جدا كده استاذ صحيح طبعا طبعا فهو في الاخر احنا يعني الاسبوع ده ما كان يعني وجهه نظري ان ما كانش في حاجات ايجابيه غير الموضوع بتاع اعلان اتحاد السله ان النادي الاهلي تنازل عن حقوقه دي اهم لقطه طبعا هي دي الاهم وايضا الكلام اللي حضرتك قلته واللي انا اتكلمت عنه في بدايه كلامي عن ان فرنسا كلها قامت ما قعدتش لمجرد ان وريال مدريد وريال مدريد ده العالم كله الحقيقه لكن انا اقصد انه
يا جماعه عشان دي اسطورتهم اولا. بالظبط كده، خلينا ناخد اللي احنا عايزينه. انت لما بتهدم نجم كبير زي كده وبتهدم اسطوره، فانت بتهدم قيم كتير جدا في المجتمع. انت ده قدوه لناس كتير جدا، فبتهدم احلام حتى شباب كتير جدا طالع سمع عنه. فالمفروض الحاجات دي يبقى ليها حصانه من المجتمع نفسه. صحيح. المجتمع يحميها، وزيرة الرياضة نفسها بتتحرك، الوزارة كلها بتتحرك، الدولة كلها بتتحرك، لابد ان يكون الكلام ده موجود. فدي من الحاجات اللي المفروض ان احنا نتعلم منها ونستفيد منها. والحقيقة دي كانت موجودة عندنا لفترات كبيرة جدا طبعاً. الى ان ظهرت التجاوزات الكتيرة اللي احنا شايفينها ومحدش بيتدخل لايقافها. والجزئية التانية اللي هي بتاعت لقطة السلة وكاس السوبر، الحقيقة دي لقطة المفروض نبني عليها ونرسخها في وجدان الناس وفي وجدان الشباب، انك انت يعني القيم بتاعتك والمبادئ بتاعتك اهم انك تكسب بطوله. ده مهم جدا في حياتك، وده الهدف الاساسي والسام من الرياضه بشكل عام حقيقي. وحتى مهما تقول ومهما تعيد فيما يظن البعض، او زي ما البعض خدها، وكنت بقول لحضراتكم هذا الامر، انه اخذ الامر لقصه اصله الصفقه اللي مش عارف مين وجاي فمين رايح فهنودي اتنين فدبي. لا يعني الحقيقه كلام، هو احنا كابتن اسلام للاسف في زمن يعني اي حاجه حلوه لازم يتحط عليها. ما هو بقول لك احنا في زمن التشويه يعني. اذا عملت شيء كويس هتلاقي واحد يطلع لك اي حاجه علشان يشوه اللي انت عملته باي شكل من الاشكال. وكاننا بنعادي بعض وكاننا بنكره بعض. مش مجرد برافو عليك يا استاذ محمد، يعني هي دي قصه. يعني مش انا اخد حاجه، يعني دي حاجه حلوه كلنا نستفيد منها ونبني عليها ونطورها وكل الانديه تستفيد منها. لا، ده لك اصل الاهلي لازم يدور على نفسه وعلى غرض وعلى مبرر علشان يظهر انك انت ما عملتش حاجه لوجه الله، انك انت ما عملتش حاجه كويسه، انك انت ما عملتش حاجه للاخلاق، ما عملتش حاجه للرياضه. انا مش عارف ليه، يعني ليه نفسياتنا وصلت الى هذه المرحله وهذا المستوى الحقيقه. كابتن الخطيب اختصرها اعتقد مع مجلسه الانتخابات الاولى لما قال انه امان النادي الاهلي الدائمه ان ينافسك كثر في أن تكون الأول أو يكون الأول، لكن مش أن يظل طول الوقت بيستعد لتعطيلك. صحيح. لإيقاف مسيرتك. لكن بعيدا عن أهم. المنافسة أهم للكل. طبعا طبعا. عموما برضو خلي بال حضراتكم لو تفتكروا برضو قصة السودان، لما المريخ السوداني من سنتين كده أو السنة اللي فاتت على ما أعتقد، الموسم اللي فات على طول. ولما النادي الأهلي عرض على المريخ السوداني أنه يكون متواجد هنا في القاهرة ويلعب مبارياته وكذا وكذا وكذا، طلع بعض ما لا يشجع النادي الأهلي وقال لك إيه؟ قال لك يا جماعة ده مش عارف إيه ولازم نعمل كذا. شوف سبحان الله، السنين السنة تعدي ويجي الموضوع على نفس الكلام بالظبط ويحصل ويتم نفس العرض مره اخرى. سبحان الله. اللي هو ان نادي الزمالك يقول لك انا عايز المريخ يجي يقعد هنا. ما هي الفكره ما بترتبطش او يلعب هنا. الفكره ما بترتبطش، مفيش حاجه ثابته يعني. ما الفكره ما بترتبطش بمبدا ولا قيمه ولا رؤيه محدده يعني. الفكره مصلحتي فين؟ الفكره ان انا النادي ده لازم ادمره، يعني ما دام انا ما بحبوش وما بشجعوش يبقى لازم اشوه اي حاجه هو بيعملها. الكلام ده المفروض ما نتعاملش بيه. يعني احنا كمصريين، انا من وجهه نظري والله ان اي فريق مصري بيلعب خارج مصر مش بيلعب في افريقيا، كلنا بنقف سبورت معاه ونقف في ضهره ونشجعه، والا يبقى عندنا حاجه جوه نفسيتنا. يعني ايه اللي يخليني كمصري اشجع اي فريق تاني بيلعب مع فريق مصري؟ في اقل هيقعد يقول لك ايه اصل النادي مش مطالب عليه. يعني او في اقل تقدير ما تحطش عليه بالظبط، يعني في اسوء الاحوال ما بقاش ضده. يعني ما لم اكن معاه وسبورت بشكل واضح ما بقاش ضده. فلما النادي الاهلي المريخ جه والاهلي استضافه وتواجد هنا ولعب ماتشين في القاهره على اساس قامت الدنيا ولا امتقى؟ لا على اساس ان الاهلي ما هو الاهلي كده كده الحمد لله بيوصل النهائي وبياخد البطوله. هم الناس قالوا كده لما تهاجم المريخ نفسه بسبب الهلاليب او مشجعوا الهلال يلا اللي انتوا رايحين، لانه كانت نفس الحكايه زي ما حضرتك قلت. صحيح. برضو مشكله بين الجمهورين الأهل، فرفض الهلال انه يلعب المريخ في ملعبه. صحيح. وبالتالي اتقال لهم كده فقالوا لا، ما هو الاهلي بيكسب اي كده حد كده بيكسب في اي وقت يعني، لكن هو يقدم لنا ما يمكن ان يكون شراكه محترمه. بالظبط كده. بس وهو ده اللي دايما بننظر ليه، وهذه هي النواحي الايجابيه اللي دايما بننظر ليها. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نتكلم مع حضراتكم او نكمل بقيه كلامنا في هذه الامور. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. استاذ عصام، الخريطه التعاقديه للنادي الاهلي تسير بشكل جيد. طبعا، بس الناس برضو الاهلاويه قلقانين يا كابتن. اتفضل. عايزين يرتاحوا من فكره المهاجم، خاصه ان الراجل كولر بيصنع مع فريق النادي الاهلي فكره الشادو سترايكر، بيحاولها في كل الطرق، لكن مع معترك زي كاس العالم للانديه ثم الاميره السمراء بقى وحلم ال11
يعني القادم ان شاء الله. الناس بس نفسها بس مش قادرين يركزوا انه مش هينفع مع النادي الاهلي انه يطلق تصريحات بدري بدري او انه يقول لك على القائمه او حتى انا ومحمد كنا بنتكلم بره. الناس مع الثقه عايزه تخلص يعني حاسه بايه انه اوان الانتهاء. جت فرصه انه البعض من الزملاء افصح انه التسعه مش الميعاد النهائي لقائمه المونديال كامله ومن ثم ادت اريحيه شويه. لا ده هو لسه يوم 30 لغايه يوم 30 لغايه 30 التسعه القائمه الاولانيه مع الجدد 13 قائمه القدامى بس المهم يكونوا لغايه اي لاعب جديد لغايه 30 لغايه يوم 30 ما عندكش مشكله يعني. لكن الناس نفسها تشوفهم بدري مع تيم النادي الاهلي. الناس نفسها التدعيمين ثلاثه الباقيين دول هم دول الحكايه كلها يعني. ولكن يا استاذ محمد الخريطه ماشيه بشكل يعني خريطه التعاقدات ماشيه بشكل جيد حتى الان. هو يمكن اللي واضح للنادي الاهلي في الفترات الاخيره ان بيشتغل دايما على اماكن النقص اللي موجوده عنده، يعني مجرد ما حصل نقص في الناحيه اليمين حتى من قبل ما يصاب كريم فؤاد كان الاهلي بيشتغل على خالد عبد الفتاح. صحيح. فطب لما اصيب كريم بقت الحاجه ليه يعني ما تتحرك من بدري على هذا الامر. صحيح. لان مهم جدا لانك انت عندك داخل على افريقيا وكاس عالم انديه والدوري عندك والكاس وحاجات كتيره جدا. فجاب نقطه دي مهمه جدا بالنسبه لك. لما عندك حد في وسط الملعب اشتغل على مروان عطيه الصفقه طبعا اللي مصنفه رسميا لغايه الان، يمكن الاتحاد الاسكندري اعلن على الصفحه ان مروان بدل حتى الان خالد عبد الفتاح وكريستو فقط حتى الان يعني. فبيدور على حاجات. يمكن السنه اللي عدت الاهلي اتعرض لمشكله كبيره جدا في وسط الملعب لما اصيب ديانج وعمرو السوليه وحمدي فتحي. واحد بيقول لك هو لو جبت حد في المكان ده هيلعب على دول، مش قضيه انه هيلعب على دول، قضيه ان ممكن يبقى عندك مشكله في المكان ده ما تلاقيش حد. فبتجيب صفقه مهمه جدا تروح لكريستو محمد الضاوي لاعب النجم الساحلي اللي انضم للاهلي وهو لاعب موهوب، هو صغير السن مميز جدا اعتقد هيفيدك، بيلعب في الناحيه اليمين وفي الناحيه الشمال، فلاعب مميز جدا ممكن يحل لك مشاكل كتير جدا في الاطراف. صحيح. باقيه النقطه اللي اثار الكلام عليها الاستاذ عصام وهي المهاجم، كلنا بنتحدث عن هذا الامر والنادي الاهلي شغال على هذا الامر. يمكن كان جاب يعقوبه ولم يجتاز الكشف الطبي بشكل جيد وكان في نيه الاعاره ولم تحصل اتفاقات، وما زال البحث جاريا عن قلب هجوم يعني يشيل هجوم النادي الاهلي. سفاح بالظبط، عايزين حد يعني مجرم في الحته دي يقدر يشيلك بشكل كبير جدا ويترجم الجهد اللي وشغل الراجل الحقيقه والجهد. يعني لما توصل في كل ماتش 20 مره وتجيب جون ولا تجيب اثنين اعتقد ان هذا قليل، على الاقل اثنين ثلاثه اربعه ممكن يسجل لك من نص فرصه بدري فيفتح لك المباراه. فده مهم جدا الصفقه الهجوميه المنتظره الكل ينتظرها الان. طيب خلينا برضو نروح لبقيه الصفقات، يعني زي ما قلنا خالد وزي ما قلنا كريستو الاثنين تم الانتهاء منهم، ولكن كل الكلام اللي الاستاذ عصام بيقوله والاستاذ محمد بيقوله ده انا ماليش علاقه بيه. طالما لم يتم الاعلان رسميا كلام حلو وجميل وكل حاجه ممكن يكون بيتقال. حضرتك اسلام بتمثل الجانب الرسمي وكل حاجه كل حاجه بتتقال في كل حته، لكن هنا مش هنطلع غير الكلام الرسمي فقط اللي هو لو ده بيحصل ويتم عندما يتم اعلان النادي ساعتها بس هنقول، حتى لو تم الاعلان من جانب الانديه الاخرى، ولكن في النهايه رسميا الاعلام بيخرج زي ما قلت لحضراتكم دايما، لانه في بعض الاوقات احنا الناس بتستعجل الامور شويه. فلو في المركز الاعلامي او في قناه او في الصفحه الرسميه للنادي او على قناه النادي اتقال ان الاستاذ عصام جه مثلا وهيلعب راس حربه مثلا يعني، فده الناس تعتبر ان هو حصل وهو ما حصلش، ويحصل اي حاجه صغيره زي ما حصل في قبل كده واخيرا او مؤخرا مع يعقوب مثلا، فاهم حضرتك يعني بالزبط. كل الناس اتكلمت وكل الناس قالت خلص خلاص كان موجود، فعشان كده انا ده اللي انا بقوله لحضرتك. هو في النادي الاهلي يا كابتن خلينا ننتظر الاعلان الرسمي لما يعني سيحدث، يعني من لم ينشر خبر على الموقع الرسمي في النادي الاهلي فهو لم ينضم الى النادي الاهلي حقيقي. هو برافو عليك، هو ده اللي احنا عايزين نوصله. الجمهور مع حالة الرضا باللي بيحصل من تعديلات واقفة معاه عند الحتة دي طول الوقت الحمد لله. هو مطمئن لجهد جهيد بتقوم بيه الإدارة، وزي ما حضرتك عرضت علينا كابتن إسلام إنه الصفقات ماشية في طريق جيد جيد جدا. هما ينتظروا يعني الامتياز، لكن عليهم أن يحكوا مع بعضهم البعض إن ده لن يحدث إلا مع التوقيع الرسمي. أيوة. مش بس خشية التدخلات في الصفقة من هنا أو هناك، لكن كمان لأنه الأهلي هذه المرة واخد بالضوابط العالمية الحقيقية،
يعني يكفي ان الناس تعرف انه يعقوبه ما عندوش اصابه. الاهلي اختار صح، كله تمام، لكن ذهب بالبحث وعمل كونسولته علشان العمليتين ينبئوا انه قد في المستقبل تعيقه واحده من العمليتين. طب وانا ليه اعمل كده؟ ما نجيب حاجه ما عندهاش اي قد دي خالص. فالنموذج المره دي عالمي الحقيقه. الاهلي وفق تماما في كولر اللي جاي بقى، لا راح حته عربوه ولا حته حتى لاتيني ولا اي حاجه، اوروبا اوروبا. وبالتالي هذا النموذج باذن الله ينبئ عن كده. حتى احنا بنقولها لهم يا جماعه، انت طول الوقت بعد ربنا سبحانه وتعالى جمهور النادي الاهلي ده حمار. الاداره عمرها ما تقول لك كلامه ما يحصلش، طالما في صفقه يبقى في صفقه. استعد بقى انك تسمعها من اسلام او من الصفحه او من مركز الاعلامي، تبقى حصل يعني يا اما على قناه النادي او على الصفحه الرسميه للنادي. غير كده بيبقى عندنا ساعات، وزي ما حضراتكم عارفين كلنا بيبقى عندنا تفاصيل كبيره جدا وكثيره طبعاً. جدا، وقد تكون حد فيها طرف في اي شيء بيخدم النادي يعني، شاف وحضر احيانا، لكن عمرك ما هتتكلم فيها الا عندما تنتهي انتهاء تام، نظرا لانه بيبقى في مضايقات كثيره زي ما حضراتكم بتشوفوا. زي ما الاستاذ عصام قال كلمتين حلوين جدا، او كابتن صالح الله يرحمه قالها للاستاذ عصام، ان المنافسه بتبقى حلوه جدا وكل حاجه، انا مش عايز حد يجي يعطلني، لكن انا عايز حد يجي ينافسني. فممكن جدا يكون التنافس على لاعب واحد يخلي اللاعب ده اسعاره تعلى جدا. فخلينا ننتظر دائما الاعلان الرسمي، وانا اسف ان انا بطول في هذه الجمله او بقولها على طول، ولكن هذه هي الحقيقه. ممكن جدا كنا نطلع نتكلم ونقول اصل جاي وفلان، وفي الاخر الصفقه ما تتمش، وسبحان الله وارد جدا، وسبحان الله حصلت من اسبوع 10 ايام. احنا ما كناش بنعلن، والناس كلها كانت عماله تقول لنا يا جماعه انتوا ليه ما بتتكلموش عن يعقوب وان هو جاي وده، وفي الاخر لم يتعقد. بس هو في دور مهم برضه، لو قلت في قناه الاهلي اللي هي منصه اعلاميه رسميه وانت المقدم البرنامج، قلت ان النادي الاهلي خلاص يعقوب لاعب في الاهلي، تخيل بقى كان زمان الفيديو بيتشير دلوقتي. بس في فكره مهمه، ان حضرتك كل في منبره. هو مش انا على فكره، مش انا انا بتكلم على الاعلام الرسمي للنادي الاهلي. لا الاعلام الرسمي والاعلام فيما يسمى المحب او الموازي، لو ضيوفك زي الاستاذ محمد وشلتوت، يعني ان نطمئن الناس بس انه طالما الاداره طالما الاداره قالت فهي قابله بنسبه 100% للتنفيذ. نعم. هو ده برضو اللي هم بيستنوه، دون الدخول بقى في تفاصيل، وده ليك حق فيه لانه هذا هو نهج النادي الاهلي. لا احنا بنتكلم يا كابتن، بنتكلم بناء على معلومات عندنا يعني. طبعا. مش مؤكده رسميا، لكن احنا بنتكلم على معلومات، وقد تحدث وقد لا تحدث. وقد لا تحدث يعني انا لما بعد يعقوب في صفقه هجوميه قويه جايه للنادي الاهلي، بس مين لسه امتى الله اعلم، لكن الاهلي يبذل قصارى جهده لاحضار مهاجم قوي في المركز اللي هو محتاجه، مركز راس الحرب مثلا يعني. بس منين وفين ما خلاص محدش عارف ايه اللي هيحصل بقى خلال الفتره الجايه. خلينا ننتظر. ما نعلمه ان الخواجه والكابتن بيبو هم بس اللي عارفين والله. هم بس اللي عارفين الموضوع. الكابتن امير سيتحرك حين يطلب منه بقى الورق والاقلام والحاجات دي. لكن بعد ما عمل طبعا يعني الاكسرسايز بتاع الاولاني في عرض يعني ملدي يعني. طبعا عموما خلينا ننتظر ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه في هذه الامور. وانا الحقيقه دايما بحب اتناقش في مثل هذه الامور، لانه من حق جمهور النادي الاهلي يعلم كل شيء في حدود اللي نقدر نقوله دائما زي ما حضراتكم متعودين معانا. مش عشان حد بيقول لنا ما تقولوش، دي المشكله، لكن حفظا او حبا في هذا النادي، وحبا في ان احنا مش عايزين ندخل اي صفقه بيعملها النادي في قصص كتيره جدا 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 ومزايدات كبيرة جدا، وخوفا على مصلحة النادي ليس أكتر من كده. برضه يا أستاذ عصام، عايزين نروح بقى للنادي الأهلي ومباراته أمام المصري، مباراة صعبة جدا طبعا، ومع مدير فني مهم الحقيقة كابتن حسام حسن. وعلى الرغم أن الأهلي متصدر للدوري والمصري الثامن، ولكن دايما المباريات دي بتبقى طبيعة خاصة. طبعا أمام حضراتكم الأهلي فاز 9 تعادل 3 هزيمة الحمد لله ما فيش، له 22-5 نقط 30. المصري هيبقى الثامن بقى اللي بعد غزل المحلة لو اتفضل. المصري 4 تعادل 5 هزيمة 3 له 12 عليه 13 النقط 17. نعم. ده
مش كلام يعني يبنى عليه في مباراه او نسميها مباريات الكبار. هي مباراه يعني اقل وصف ليها انها هتبقى على ركعه شطرنج يعني. هتحتاج من الاثنين المدراء الفنيين ازاي ينوروا مع بعض وازاي كل واحد يشتغل على مفاتيح لعب الاخر يعني. لكن اظن ان كولر انا ضد اللي يقولك اصله عرف او تعلم. ده تعلم ايه؟ ده راجل قد الدنيا. لكن هذا الدوري كان بالنسبه له غامض والمنطقه كلها مش الدوري بس. هو وفريق عمله التحليلي بداوا يعرفوا كويس قوي هما بيلعبوا فين وازاي وطبيعه اللعب المصري. حتى لعبته هو في النادي الاهلي ازاي يقدر يطلع احسن ما عنده وازاي يقدر يوقف يعني منافسه. احنا قلنا ما فيش حاجه اسمها خصومه. والدليل انه قال جمله عبقريه، قال احيانا ساترك الكره لتجهد منافسي. مش بقى زي ما احنا بنقول ساب الاستحواذ، لا، ده الحكايه بقى فيها جزء علمي. انت معاك الكره عمال تجري وانا جبت الجون ومستني، وكل شويه اللي هي يحوم يعني كالفراشه ويلدغ كالنحل ان امكن، فان لم يمكن خرج بالثلاث نقاط. صحيح. في بطوله اسمها الدوري تجميع النقاط فيها اهم. ويمكن المقوله حاضره اللي الراجل فايلر قالها وهم بلديات كده كده يعني. اللي هي فكره اللي عاوز يشوف يعني طول الوقت سيكسي فوتبول عليه ان يذهب الى السيرك. هو اللي هناك قال يا اب ومش عارف ايه، لكن احنا بنشتغل هنا بنشتغل وبنجمع حصاد ونقاط. وبالتالي كل ثقه في المباراه انها مباراه تستحق المشاهده الحقيقه. لكن اعتقد انه كولر بات يعلم كل شيء حول الدوري المصري وعمل حاجات جديده شويه، زي ما دائما الاهلي لما كان بيجيب فايسا او غيره، اللي هو فكره لكل مباراه تركه، ودي برضه حاجه جديده يعني. بالظبط. لكل مباراه تركه فعلا مع الراجل ده. استاذ محمد، اعرف رايك برضه في هذه المباراه الصعبه. بص، كل مباريات الاهلي صعبه. صحيح. وليس كل الانديه مبارياتها صعبه، دي قضيه منطقيه، قضيه صعبه جدا ومعقده، بمعنى ان كل الانديه بتستجمع كل قواها في مواجهتها مع الاهلي، على اعتبار ان الاهلي اهم فترين تعرض بتعرض اي حد، سواء بالنسبه للمدربين او بالنسبه للاعبين. نعم. بدليل ان الفرق اللي بتعمل مباريات كبيره جدا قدام الاهلي، وهذا حقها لانهم بيلعبوا قدام كبير الكره المصريه ومتصدر الدوري، واللي مصر كلها بتتفرج على ماتشات، فماتش مصر كلها بتشوف الفرق اللي قدام. بنزود الجل فيها. انا دايما اقولها الكلمه دي. فكله بيبقى جاي على سنجه 10 ومجهد نفسه فنيا وبدنيا ومعنويا وحماسيا، وبيبذلوا جهد فوق طاقتهم قدام الاهلي والزمالك الحقيقه يعني. طبعا فرق كبيره جدا طبعا. علشان دول بيعرضوا والناس كلها بتتفرج على ماتشاتهم يعني. يعني مثلا شفنا فرقه سموحه قدام الاهلي عملت ماتش ايه، والناس طلعت تشيد بالاداء والتكتيك والشغل والمستوى الفني والمستوى البدني. وبعد كده الثاني ماتش تعادلوا وخسروا 2-0 من فاركو. السيراميكا نفس الحكايه وخسر عادي. طبعا انا بتكلم يعني اقول لك ايه، قدام الاهلي كله بيبقى يعني والله زمان يا سلاحي بيقاتل حتى اخر نقطه عرق. فمباريات الاهلي بتبقى صعبه. ازيك اتوقع ان مباراه المصري، يمكن المصري لسه كسبان ماتش الاتحاد 2-1، لكن اعتقد انه هيقاتل قدام النادي الاهلي. كابتن حسام حسن مدير فني كبير جدا ومعتاد بتقديم مباريات قويه قدام الكبار. مباراه ليس سهله على الاطلاق. أيوة. لكن الاهلي يعني دايما كل مبارياته بيسعى للفوز بثلاث نقاط، وده مهم جدا عشان يحافظ على الفرق بينه وبين اقرب منافسيه. اخيرا قبل ما اسيب حضراتكم، النهارده كان في جلسه يا استاذ عصام يا استاذ محمد، هاخد رايكم. سيد جمال علام وكلاتنبرج، عارف والله انك هتقول لي انا ما اقدرش اعدي. اصله زي ما حضرتك شايف برضو، بما اننا بنتكلم في هذا الامر، خلال الفتره الاخيره هناك حمله شعواء طبعا على التحكيم المصري وعلى رئيس لجنه الحكام اللي هو كلاتنبرج، يعني لدرجه ان في حد طلع واتكلم وقال لك تعرف إنه لم عايزين نمشي هذا، عايزين نمشيه. انه لم ينصب حتى الان رئيسا للجنه الحكام، بيقول لك المشرف على التحكيم المصري. ما حدش قادر يقولها له طواعيه. وجزء كبير كان من جلسه النهارده، بس اعتقد ان الاوس عنده معلومات اكتر، هو غائص شويه مع التحكيم والحكام يعني، ودي امانه. لكن الجزء كبير النهارده من الجلسه دي ان الراجل هيقول لجمال علامة على بعض الحقائق، منها غياب الترجمه، منها اسماء اندست عليه حتى هو نفسه شرب المقلب ولغايه اما اكتشفهم، ومنها انا هكمل شغلي والا فاخرج للبلد اللي انا جيت فيها دي واقول انا شفت ايه. وش كده. وبالتالي اعتقد انه التجربه دي محتاجه من السيد جمال علام، اللي كلنا طول الوقت بنقول له انت راجل غير مشكوك في ذمتك وغير مشكوك في نواياك، لكن عليك بقى بانك انت تثبت انك الكره المصريه بالنسبه لك حاجه مهمه، دي بلدك على الاقل،
كمل التجربه دي. لكن التحكيم المصري مع كلاتنبرج مهما اديته من درجات يا كابتن يا استاذ اوسي محتاجه ان تستكمل، مش الموسم ده بس، موسم اخر ولو بكلنا نستعيره يعني من الفيفا يعني. ليه يا كابتن؟ واضح ان تحت الدنيا ضايعه، لا توجد مقاييس ولا قواعد، وضحكوا علينا انهم بيبنوا اجيال ورا اجيال وبخ. هو النهارده في اليوم السابع تحديدا قال او قيل ان هو وعد الاستاذ جمال علام والكابتن حازم امام ان هو خلال الفتره القادمه هيصعد حكام جدد ووجوه جديده تدخل في تستفيد منها مصر مستقبلا يا استاذ محمد. طبعا يعني احنا انا رافض نقيم التجربه دلوقتي يعني زي ما قال الاستاذ صلاح. علينا يعني لما هو بيتعرض لحمله شديده جدا من طبعا, آه طبعا يعني بيتعرض لحمله عنيفه جدا يعني، واحنا بننتقد كتير وبننتقد حكام بننتقد حاجه، بس علينا ان نصبر جميعا ونتحمل دي تجربه جت، ما ينفعش ان احنا يعني نقتلها في المهد، انا بعتبرها في البدايات، فعلينا نصبر عليها ونتحمل هذا الرجل ونشوف افكاره هيوصلنا لغايه فين. انا يعني في حاجات كده بعض العلامات ظهرت ان في حاجات كويسه بتتعمل، يعني في بعض التطورات، في بعض الحكام بقى عندها جراءه وبتأدي بشكل قوي جدا بدون نظور لاي الوان او اي حسابات، في بعض الوجوه الجديده بدا يتم الدفع بيها. يعني انا مش هقول لك ان بعض الانديه بتهاجم، ده كمان هو بيتعرض لحرب كبيره جدا من حكام نفسه اللي هما كل عدد كبير جدا من الحكام بالظبط، يعني عدد حكام كبير جدا من الخبراء التحكيم والحكام بيشككوا في قدرته على النجاح لغايه دلوقتي يعني. فعلينا ان نصبر على هذا الرجل. يعني بص يعني السنه دي تكاد تكون الاخطاء اقل كثيرا من السنه الماضيه بشكل كبير جدا، وده مش عاجب البعض يا استاذ محمد. طبعا ما تخليني، انا مش عايز افتح الكلام ده يعني، ده مش عاجب البعض، في افاده لحضرتك. ما هو ده الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، اذا كان حد طلع قال لك كده، قال لك كده، احنا هدفنا ان احنا نمشي كلاتنبرج، هدفنا مش ان احنا هو الميزه ان في كلاتنبرج يعني في كلاتنبرج يعني ما حدش هيتصل بيه يقول له حط ده وشيل ده. ده انا اعرف ان هو بيواجه معوقات وبيواجه صعوبات كثيره جدا في 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 شغله، لكن علينا ان نكمل التجربه ونسيب الراجل يكمل مسيرته. طب ايه اللي حصل النهارده يا استاذ محمد على معرفتك يعني؟ ده يعني هو اهم حاجه الراجل طلبها، طلب الصبر عليه وقال ان في ان مفيش مكان في العالم في تحكيم مفيش اخطاء، يعني دي النقطه الاساسيه والرئيسيه بالنسبه له يعني. فقال ان اخطاء الحكام دي موجوده في الدنيا كلها يعني، بس ما فيش تعمد من الحكام يعني، فاصبروا عليا وسيبونا اشتغل وهيقولوا لي الجواب. وفروا الحمايه للحكام، طلب بتوفير حمايه كامله للحكام ومن الهجوم العنيف اللي بيتعرضوا ليه يعني. عموما كانت حاجه مهمه من اللي حصل مع حكام دون ان يحدث اجتماع فوري لتحديد المخطئ وعقوبته. والحاجه الثانيه ظل على رفضه لإعلان أسماء الحكام خاصة في المباريات اللي فيها أطقم أجنبية. قال لهم ده هيبقى شغل الشاغل، وزي ما عملت مع بيراميدز ستعرفه مع موعد التذاكر يعني. بس كده. طب هو دي هيستفيد منها إيه برضو أو يعني؟ أعتقد هو خلاص بقى عنده قلة ثقة في بعض اللي اشتغلوا معاه. أوكي. وبالتالي هو بيجدد وطلب حتى تقليل العدد، إن ما يبقاش فيه مط في اللجنة. وضمن الاقتراحات الحقيقه انه يبقى فيه في الدرجه الثانيه والثالثه، لان في كوارث قد تصل اللي يمكن سمعت الاوسي مره برضو بيحلل. احنا جبنا هنا واحنا مع حضراتكم صحيح. هو كمان لا قال عن مصائب يعني تكاد تحدث فيها حاجات في الانفس يعني، ان الحكم الخامس يعود مره اخرى، اعتقد كان جه اول مره مع جمال غندور. جمال غندور يعني. علشان ما فيش طبعا فار، فيبقى في حتى محاوله ان يبقى في عداله بنسبه معقوله يعني. عموما خلينا ننتظر ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه. بشكرك جدا يا استاذ عصام على وجودك معانا، شكرا جزيلا. شكرا يا استاذ محمد على وجودك معانا، شكرا جزيلا. شكرا. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. ان شاء الله غدا حلقه جديده من البيت الكبير.